الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من جديد واستاد الأهلي. النهاردة هنتحدث عن ليلة المباراة، مباراة النادي الأهلي أمام وادي دجلة في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام المصري 2017-2018. النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، أما وادي دجلة في المركز 14 برصيد 14 نقطة، ومواجهة أكثر من مهمة بالنسبة لكلا الفريقين. النادي الأهلي يبحث عن التواصل حتى الصدارة، النادي الأهلي دائما وأبدا يبحث عن بطولة الدوري العام. البطولة إن شاء الله تكون 40 هذا الموسم عن 39 بطولة. أما وادي دجلة فبقيادة فنية جديدة مع الجهاز الفني الجديد الكابتن طارق العشري. صراحة الدوري السنة دي في العديد من الأمور اللي ظهرت بشكل كبير جدا، أولها تغيير المدربين احنا لسه ما الدور الاولاني لم ينتهي بعد، وتلاقي حوالي 8 9 مدربين او 8 9 فرق غيروا مدربينهم بدري قوي، وده حاجه ما هياش كويسه، بتبقى انعكاسها سلبي على مستوى الكوره، خاصه ان ده بيبين لك ان الاختيار منذ البدايه لم يكن موفق. وده بنيجي نربطه بقى بالنادي الاهلي، ان دايما وابدا في 110 سنه مثال ونموذج الاستقرار الفني هو النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي عبر تاريخه كان اول نادي في الشرق الاوسط وافريقيا يبتدي يعمل موضوع المدير الرياضي السبورتنج دايركتور، اللي دلوقتي في كل العالم هو اللي بيبقى بيعمل هويه الفريق الكرويه. هويه الفريق الكرويه ازاي؟ انه يجيب مدرب بقيمه فنيه للنادي، مش اي نادي ينفع له اي مدرب. زي النادي الاهلي ما ينفعش مدرب دفاع، النادي الاهلي بيلعب على البطولات، بيسعى دائما الى الفوز، بيحتاج ان هو يلعب كره اسمها اتراكتيف فوتبول في كره القدم، يلعب كره هجوميه، كره سريعه، كره جميله، بتعتمد على الجماعيه والاداء الفردي في نفس الوقت، لان في دائما وابدا النادي الاهلي عنده نجوم، النجوم بتدي لك ابداع، والابداع بيوصلك على الحلول الفرديه اللي تقدر ان انت تسجل منها وتحقق اهدافك وتوصل الى مرمى المنافس. اذا لو جه على نادي الاهلي مدرب دفاعي مش هيناسب الهويه، وهنا بقى السبورتنج دايركتور اللي النادي الاهلي ومجلس ادارته بيقيادة كابتن محمود الخطيب رجعوا مره ثانيه، والتايتل كان موجود ولكن يمكن ما كانش بيتقال عليه مدير الرياضي، كان بيتقال عليه مدير الكوره، كان ضمن اختصاصاته هذا الامر. ولكن في هذه المره السبورتنج دايركتور وجه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار واللي هيتولى هذه المهمه في النادي الاهلي. ارجع ثاني اقول لحضراتكم النادي الاهلي عنده نموذج الاستقرار، بقيه الانديه وخاصه بعض الانديه اللي بتعاني في الهبوط بيتم تغيير مدربين، في فرق غيرت مدربين اثنين، يعني عندك نادي الاتحاد غير اثنين مدربين، كان ابتدى بكابتن هاني رمزي ثم الفرنسي كافاني ثم غير مدربه الفني، وايضا عندك سموحه غير في القياده الفنيه، وعندك نادي الرجاء جاب كابتن عماد النحاس بعد ما ابتدى بالكابتن خالد الاماس ثم ايضا غير واتى الكابتن احمد العجوز، وده بيدي انطباعات ما بتبقاش كويسه للكره المصريه، لان كده ما بيبقاش في دراسه للامور، والدراسه هي اللي بتدي لك ان انت مين المدير الفني المناسب لطريقه لعبك، مين المدير الفني المناسب لاهدافك. انت بتخش كل بطوله دوري عام بيبقى عندك هدف عايز توصل له، سواء المركز الفلاني، سواء عايز تبقى في مربع الصداره، ودي بيبقى ليها برضو ترتيبات محتاجه صرف ومحتاجه تدعيمات قويه ومحتاجه مدير فني يقدر يقوم لك الدنيا اللي انت عاملها من ناحيه الصرف. انت ممكن تجيب نجوم كبار وعندهم مهارات فنيه عاليه، وتجيب مدرب دفاعي ما يقدملكش المستوى المطلوب، وده امر من الامور اللي بيحلها السبورتنج دايركتور او المدير الرياضي، انه بيعمل هويه للفريق اللي بيلعب. ايضا في حاجه من الحاجات الجميله صراحه هذا الموسم، هو موسم عوده النجوم مره ثانيه للتوهج. يعني عندنا مستشفى شبيطه ابن واحد من ابناء النادي الاهلي في نادي بتروجيت، واحد من اللعيبه المميزين اللي هذا الموسم صراحه بيقدموا اداء عالي جدا مع فريق بتروجيت، ايضا محمد فاروق اللي كان في المقاولين ثم جه النادي الاهلي ورجع ثاني، كان عنده تجربه في وادي دجله وايضا في الانتاج الحربي، ثم الان مع فريق المقاولين العرب بيأدي اداء كويس قوي وجايب العديد من الاهداف وظاهر بشكل جيد جدا. عندنا برضو اسلام رشدي مع الانتاج الحربي، عندنا نجوم صراحه عادت مره ثانيه انها تثبت نفسها وتقول انها موجوده، بل بالعكس بتتالق وبقت هي نجوم فرقها، وده من الحاجات اللي موجوده في هذا الموسم، وده هويه هذا الموسم حتى الان. احنا داخلين على الجوله ال 15، خلينا نذكر كده حضراتكم بالنتائج اللي حدثت. كان ابتدى يوم الجمعه لقاء ام بي
المصري البورسعيدي، وكان تفوق نادي انبي على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، وكان مباراه قويه للغايه بالنسبه للكابتن ايهاب جلال اللي بيسعى مع انبي انه يعود مره ثانيه لمستواه المعروف. ثم استكملت المباريات طنطا والداخليه، ثاني لقاءات نادي طنطا مع الكابتن اسامه عرابي امام فريق الداخليه والكابتن علاء عبد الوهاب، ولكن سقط امام الداخليه بهدفين مقابل هدف. ثم لقاء الامس بين مصر المقاصه والاسماعيلي، وسقوط مصر المقاصه امام الاسماعيلي باربع اهداف مقابل هدف، وده من النتائج اللي كانت مفاجاه ان فريق مصر المقاصه بقاله كذا اسبوع بيقدم مستويات عاليه جدا، وكانت علامه استفهام الصراحه ظهوره بهذا المستوى امام نادي الاسماعيلي. ايضا مباراه اللي كان من المفترض ان يكون فيها فائز الرجاء والنصر وانتهت بدون اهداف، كلا الفريقين بيعانوا وبينافسوا من اجل عدم الهبوط هذا الموسم، خاصه ان ترتيبهم 17 و18 في ترتيب الجدول قبل الاخير والاخير، ولكن انتهت بالتعادل السلبي وتمت اقاله الكابتن عماد النحاس، و تم استخدام الكابتن احمد العجوز. ثم تستختم بقى المباريات، عندنا لقاء النادي الاهلي امام وادي دجله يوم الاثنين ان شاء الله غدا نستمتع به مع حضراتكم. خليني برضو سريعا كده اقول لحضراتكم اخر اخبار النادي الاهلي قبل ما استقبل ضيوفي الكبار. عندنا النهارده وصف تحليلي على اعلى مستوى، كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر همام، وايضا كابتن عادل عبد الرحمن كابتن مصر والنادي الاهلي هيشرفوني النهارده في الاستوديو لتحليل كل الامور الفنيه والجوانب الفنيه للنادي الاهلي وايضا نادي دجله وايضا للدوري العام بصفه شكليه. عندنا تدريبات تاهيليه لسعد سمير ورامي ربيعه ونجيب هيغيب 10 ايام للاصابه بشد في العضله الضامه، كان اجرى الاشعه واثبتت انه عنده مشكله في العضله الضامه وهيغيب لمده 10 ايام. سعد الدين سمير كان عنده تدريبات تاهيليه النهارده في حمام السباحه، ورامي ربيعه نفس الشيء كان دخل التدريبات التاهيليه على هامش المران الجماعي اللي كان النهارده في مقطره تشطبه، كان اخر تمرينه قبل اللقاء، و التمرين كان فيه برضو التركيز على بعض الضربات الثابته والجمل التكتيكيه، وكان فيه ايضا جانب من التدريب الترفيهي خاصه ان دي اخر تمرينه قبل لقاء الغد. كابتن سعد عبد الحفيظ قال ان الاشعه اللي اجراها محمد نجيب اثبتت اصابته بالعضله الضامه زي ما قلت لحضراتكم، وهيغيب لمده 10 ايام، ودي من الحاجات اللي الكابتن حسام البدري هيفكر فيها كثيرا عشان وهيتكلم مع ضيوفي الكبار من سيكون خليفه محمد نجيب. طيب احنا معنا على الهاتف مراسل قناه النادي الاهلي الزميل امير هشام. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا محمد، ومساء النور على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اخر اخبار تمرينه الاهلي اليوم استعدادا لوادي دجله يا امير. طبعا النادي الاهلي النهارده اختتم تدريباته استعدادا للمباراه المهمه غدا ان شاء الله امام فريق وادي دجله، وهي اكيد مباراه مهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني والاعبين في مشوارهم في بطوله الدوري، وبالتحديد بعد الفوز في المباراه الاخيره امام فريق سموحه. النهارده المران كان في تمام الساعه 3:30 عصرا، قبل المران كان في محاضره من كابتن حسام للاعبين واتكلم فيها طبعا عن اهميه هذه المباراه وعن نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق وادي دجله، وعايز اكد بس من كابتن حسام البدري يعني طلب من اللاعبين عدم الالتفات للنتائج السلبيه اللي حققها فريق وادي دجله خلال الموسم ده، وقال ان لازم ان احنا نركز في المباراه بتاعت بكره ان شاء الله عشان نواصل الانتصارات اللي ابتدت او اللي استأنفها النادي الاهلي من خلال مباراه سموحه الاخيره بالفوز نتيجة 2-1. بالنسبة للمران النهارده مران يمكن كان مران خفيف شوية خصوصا ان المباراة خلاص غدا، بالتالي كان في بعض التدريبات الترفيهية وبعض التدريبات الاستشفائية بسبب الاجهاد اللي بيعاني منه النادي الاهلي خلال الفترة السابقة وتوالي المباريات. ايضا كان في بعض تدريبات الكرة الخفيفة، ومع نهاية المران كان في تقسيمة شارك فيها كل اللاعبين الجاهزين ان شاء الله للمباراة الغد بشكل جيد جدا وتألق فيها عدد من اللاعبين بشكل جيد. وايضا مع نهايه المران كان في فقره كده خصصها كابتن حسام البدري لبعض اللاعبين للتسديد على المرمى وتالق فيها اكثر من لاعب يمكن ابرزهم مؤمن زكريا. طيب امير مين اللي شارك في هذه الفقره بالتحديد؟ مين اللعيبه يعني؟ عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، حسين السيد، صابر رحيل، صالح جمعه، وهم ادوها يمكن بشكل جيد جدا خلال التدريب ده وخلال الفقره دي بالتحديد، ويمكن زي ما بقول لك. طب هل شارك فيها معلول؟ مؤمن زكريا. هل شارك فيها معلول ولا لم يشارك؟ لا معلول ما شاركش فيها، لا علي معلول ما شاركش في الفقره دي، لكن اللي تالق فيها زي ما قلت لك يا محمد هو عبد الله السعيد ومحمد زكريا، وبشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد جدا، وفريق النادي الاهلي مستعد بشكل كبير ان شاء الله لمباراه الغد. وخليني اقول لك ايضا يمكن المصابين وحاله المصابين يمكن زي ما احنا عارفين سعد سمير ورامي ربيعه بيعملوا بعض التدريبات التاهيليه في الفتره دي بسبب الاصابات المختلفه اللي بيتعرض ليها اللاعبين. بالنسبه لمحمد نجيب، محمد نجيب كان غايب النهارده، هو واخد راحه اربع
ايام، وبعديها هيرجع يعمل بعض التدريبات التاهيليه عشان تشوفها تماما ان شاء الله من خلال الاصابه اللي اتعرض ليها مؤخرا او في المباراه الاخيره بالتحديد، وهي شد في العضله الضامه. هو هيغيب 10 ايام يعني، بعد ما هيرجع هيبقى قدامه اسبوع ان شاء الله، ومن خلاله يقدر ان هو يجهز او ينضم للتدريبات الجماعيه مع المجموعه في النادي الاهلي، ومن ثم يكون مستعد للمباريات بشكل عام. شريف اكرامي بيواصل بعض التدريبات التاهيليه، هو عنده كدمه في الركبه لسه ما شفيش تماما من هذه الاصابه، لكن ان شاء الله بعد ما يخلص التدريبات دي هينضم للتدريبات الجماعيه مع حراس مرمى النادي الاهلي ان شاء الله. امير، هل حاله الشناوي النهارده كانت على اعلى مستوى من ناحيه الجاهزيه الفنيه؟ هو محمد الشناوي، محمد انت لو تعرف يمكن هو كان متواجد في المباراه الاخيره على دكه البدلاء، فبالتالي اكيد كان جاهز. كابتن حسام البدري ما بيحطش اللاعبين في القائمه غير لما يكونوا جاهزين بنسبه 100%، فبالتالي هو اكيد بيواصل التدريبات بشكل طبيعي، وهو شوفي تماما من الاصابه اللي جات له مؤخرا، لكن هو بيشارك بالتدريبات بشكل قوي بشكل طبيعي مع كابتن طارق سليمان، وجاهز لمباراه الغد حسب طبعا الاحتياج الفني من كابتن حسام البدري. زميلنا امير هشام، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كل اخبار التمرين عرفناها، بعد الفاصل هينضم لنا نجومنا الكبار كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ماهر همام، وايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي الكبار كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ماهر همام. مساء الخير يا كابتن، منورنا. الله يخليك يا محمد، مساء النور، وانا سعيد اني موجود معاك النهارده، وطبعا مع كابتن عادل عبد الرحمن اول مره بيشرفنا على قناه النادي الاهلي يعني. ايضا كابتن مصر النادي الاهلي، واللي وحشني كابتن عادل عبد الرحمن، يعني مرحبا بك في بيتك. اولا يعني انت وحشني جدا، وانا يمكن قناه النادي الاهلي لما بتقول لنا تعالوا لازم بنيجي جاري طبعا بيتنا زي ما انت قلت، وانا سعيد طبعا بكابتن كابتن ماهر همام ان انا قابلته في برنامج، يمكن اول مره نتقابل في برنامج. بالظبط، قابلنا بره كتير. قابلنا بره كتير وقعدنا كتير. ليا وهديه للمشاهدين النهارده، استوديو هديه لكل محبي كره القدم. هبتدي مع حضراتكم، لكن في وجود كابتن ماهر ووجود كابتن عادل لازم اتكلم على موضوع او مباراه اتلتيكو مدريد اللي من اجل ال سلام، لان ده حدث ما بيحصلش كتير، خاصه النادي الاهلي على مدار تاريخه كان كثير اللعب مباراه وديه امام الكبار، كبار اوروبا دائما وابدا كانوا بيجوا لعبوا النادي الاهلي، بنفيكا ومونشن جلادباخ وبايرن ميونخ وروما برشلونه ريال مدريد، كل هذه الانديه الكبيره جدا، ومن ضمنهم ايضا اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد وصل لنهائي تشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا مرتين مع دييجو سيميوني، حقق العديد من الانجازات، خد بطوله اليوروبا ليج، يعني فرقه على اعلى مستوى، بطل الدوري الاسباني منذ 3 سنوات، من الانديه الكبيره جدا. كابتن ماهر، يعني مش جديد على النادي الاهلي استدعاء الفرق الكبيره. زي ما قلت يا محمد، ان مش جديد على النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره سباق في حته استضافه الفرق الاجنبيه، واللي ليها باع كبير جدا وليها اسماء زي ما انت ذكرت يعني. وخليني اقول لك ان انا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي بالكابتن محمود الخطيب ان هم اختاروا لنا اتلتيكو مدريد في يوم 30 في نهايه هذه السنه، وده كان من ضمن التخطيط للبرنامج اللي كان وضعه الكابتن محمود الخطيب وقائمته. فالنهارده يوم 30 هيمثلنا عيد كبير جدا للكرة المصرية والرياضة المصرية وبالأخص النادي الأهلي، ومن خلال أتلتيكو مدريد هنتعرف طبعا على نجوم العرب، لأن البرنامج بيشمل مهرجانات واحتفالات واستضافة نجوم كبار جدا، منهم لعيبة سعوديين ومنهم لعيبة إماراتيين، وطبعا في لعيبة من البحرين وفي لعيبة من البحرين. فده كان إذا كان بيدل فبيدل على إن في وعي من إدارة النادي الأهلي. وطول عمرنا الفرق الاجنبيه اللي بتيجي بالاسماء الكبيره اللي بهذا الشكل بيبقى في زحف جماهيري محطوط له حوالي يمكن ما يقرب عن 60,000 متفرج، وكل الناس عايزه تزحف في اليوم ده انها تتفرج على اتلتيكو مدريد وتتفرج على نجوم النادي الاهلي. وعايز اقول لك يا محمد ان احنا في اللقاءات دي بالذات بنكسب الفرق دي، يعني بيبقى في دافع وحافز كبير جدا لنجومنا
الحاليين والسابقين. يعني عادل النهارده بيقول لي ان مونشن جلادباخ اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده بطل اوروبا وحصل على البطوله يمكن ثلاث مرات. عادل بيقول لي ان هم جم سنه 88 واحنا قدرنا كمان نفوز عليهم. فده اذا كان بيدل فبيدل ان لعيبه النادي الاهلي في المحافل الجميله اللي بهذا الشكل الاداء بيرتفع بشكل جيد جدا، وكل لعيب عايز يسطر اسمه في تاريخ الكره المصريه. بتبقى انطلاقه للرياضه المصريه. وانا عايز اقول لك ان مش هتبقى دي اول مره، يعني دي البدايه، وهيبقى في لقاءات دوليه كثيره ان شاء الله في 2018 السنه القادمه باذن الله. كابتن عادل، فرقه زي اتلتيكو مدريد وبهذا الحجم الجماهيري على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم، والوجود في اعياد، خلاص احنا اعياد كل سنه والمشاهدين طيبين داخلين على عام جديد وبنستقبل الاعياد ايضا اخواننا المسيحيين، فكل هذه الامور ومباراه فيها نجوم العرب وحضرتك يعني باع طويل جدا في الكره العربيه والكره السعوديه على وجه التحديد، وفي نجوم يمكن حضرتك دربتهم يعني فهد المولد وايضا تيسير، وفي ناس لعبت قصادهم كتير يعني. فهل هذه رساله فعلا من النادي الاهلي الى العالم؟ النادي الاهلي اهم من المباراه الاهداف بتاعه المباراه، يمكن عشان مش مباراه دوليه فرقه كبيره، لا النادي الاهلي بيدي رساله دايما. النادي الاهلي بيبقى سباق في كل شيء. يعني اولا دائما احنا كنا النادي الاهلي هو المنبر الوحيد اللي في الوطن العربي اللي ممكن ينقلك نقله اخرى من حاله لحاله، هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بمباراه زي ديت في الوقت الحالي ان هو بينقل بيجيب لعيبه عرب، انت بتعمل ميكس في فرقه النادي الاهلي بتلعب اتلتيكو مدريد، هي الموضوع مش موضوع فني اكتر من انه موضوع فيه دمج، فيه انت عارف الرساله اللي بتتقل الاخوه الصداقه. النادي الاهلي بيبقى برضه عنصر من عناصر جذب السياحه لمصر، دي حقيقه. يعني الوطن العربي يحتاج الى التوحد، لا المصري محتاجه دلوقتي اللي النادي الاهلي بيعمله، ودي حقيقه. يعني انت اتلتيكو مدريد لما يجي يلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير، واتلتيكو مدريد نادي كبير جدا عالميا. فكل الانظار هتبقى متوجهه الى مصر لما نلعب مباراه ويبقى في 60,000 متفرج، النادي الاهلي يكون طرف فيه ونادي اتلتيكو مدريد يكون طرف فيه. اهم حاجه في المباراه دي امننا واماننا في مصر، اللي هي دي الحته اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان احنا بنقول رساله للعالم كلها ان مصر بقت بخير، مصر ماشيه على الطريق الصحيح، احنا بنجيب فرق عالميه، احنا بنجيب نجوم العالم بيلعب مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي سباق في المحافل دي كلها. فعلشان كده انا بقول ان مباراه زي ديت انا ما باخدهاش من الناحيه الفنيه اقدر ما باخد المكاسب اللي هي بتخلي في الوقت الحالي النادي الاهلي يروح في مكان اخر اللي احنا بنتمناه، زي ما الكابتن ماهر قال، يمكن مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، احنا خلاص يعني احنا خلصنا الموضوع، مجلس الاداره كسب ووصل لانه يمسك عليه شغل كتير قوي، هيشتغل كتير، في وعود الناس عاوز يحولنا لمنطقه ثانيه عايزين نتحول فيها، فهو ده اللي انا مستنيه، فدي البدايه وعاوزين ان شاء الله التكمله علشان احنا في تحدي كبير قوي لمصر، والنادي الاهلي حته كبيره من مصر يعني، ففي تحدي كبير، فان شاء الله ده مشاهدينا ده تمرين اتلتيكو مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد قبل اللقاء اللي كسبوه بهدف مقابل لا شيء واحرزه جريزمان، وكل النجوم دي هتبقى موجوده في ملعب برج العرب باذن الله لقاء النادي الاهلي. هتستمتعوا بكل النجوم اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، وده جزء من تمرين. طبعا احنا بنشكر زميلنا في الاخراج جايبين لنا كل حاجه عن اتلتيكو مدريد، هتستمتعوا معانا على مدار الاسبوع اللي جاي وحتى يوم المباراه بكل شيء يخص اتلتيكو مدريد. ده كابتن عادل، وجود فهد المولد اتحاد جده السعودي، احمد خليل الجزيره الاماراتي، عمر عبد الرحمن عموري العين الاماراتي، وعبد العزيز الجبرين من النصر السعودي، وحضرتك يعني اغلب اللعيبه دي يعني مروا عليك، اديك نبذه عنهم يعني. نعم. اللعيبه دي يعني مثلا فهد المولد، نعم، يمكن هو صاحب الهدف اللي وصل السعوديه لكاس العالم في اليابان اخر مباراه، هو صاحب الهدف. فهد المولد من اللعيبه السريعه، لعيب قوي جدا، من نجوم المنتخب السعودي واتحاد جده. احمد خليل الجزيره الاماراتي من اللعيبه اللي هم عايز اقول لك الفراوده المعدودين اللي عندهم قوه وسرعه
وعنده حتة اللعب بالرأس والتحرك وهو هداف وهداف كبير. هو من نفس جيل إسماعيل مطر؟ لا يمكن لا، هو أصغر من إسماعيل. إسماعيل مطر أكبر سنا أكبر ولكن سن. لعب معاه. إسماعيل كان دفعة متعب. دفعة إسماعيل أكبر في كأس العالم للشباب. عمر عبد الرحمن أصمر يا عادل اسم أصمر وقوي. هو قوي يعني عنده مميز. هو عنده ميزة كمان يمكن جايب جون من في تصفيات كاس العالم، من افضل الجوان في تصفيات كاس العالم. كره من يجي 45 يارده شاطها حطها في قويه جدا. ده كان اللي في ماتش السعوديه ايوه كان ماتش السعوديه اللي كسبوا الامارات كسبت 2-1. عمر عبد الرحمن من اللعيبه اللي انا عايز اقول لك من اللعيبه الممتعين جدا. يمكن انا لعبت قدامه وانا ماسك الشباب، كنا بنلعب دوري ابطال اسيا الشباب السعودي قدام العين الاماراتي. هو موهبه اساسا هو عمر ليه اخين كمان بيلعبوا معاه يمكن محمد هو اللي في المنتخب الثالث ما بيشاركش بصوره كبيره، ولكن عمر من الفاكهه. يمكن كان عنده موضوع الشهر اللي فات انه كان في الهلال السعودي كان عايز ياخده، يمكن الصفقه لسه برضه بتتداول ممكن يروح الهلال السعودي، وكان الفتره. وللعلم ان عمر اصلا كان رايح، كان ممكن يبقى سعودي الجنسية في البداية في المنتخب السعودي، ولكن اللي ودى معلومة يعني ممكن حدش يعرفها كتير، اللي ودى عمر عبد الرحمن للإمارات سامي الجابر، النجم سامي الجابر هو اللي وداه للإمارات، هو محمد نجم منتخب السعودية. نجم منتخب السعودية. إسماعيل مطر طبعا من اللعيبة الكبار اللي هم تقدر تقول عليهم من يعني لعيب رقم واحد لمدة 8-9 سنين في الإمارات، في الدوري الإماراتي. سيد ضياء من اللعيبة الرفاع البحريني برضو من اللعيبة الخبرة، لعيب كبير برضو يمكن من اللعيبة المميزين. إسماعيل عبد اللطيف المحرك برضو من اللعيبة الكبار. عبد العزيز جبرين ده من لعيبة النصر نص ملعب، ده كان عنده رباط صليبي السنة اللي فاتت، ويمكن من أفضل لعيبي المحاور دي باللغة في السعودية يعني اللي هو الديفندر في مصر، اللي هو لاعب نص الملعب وهداف وشويط ولسه راجع من إصابة، كان عنده رباط صليبي أول السنة اللي فاتت لعيب مميز جدا. لعيب نص ملعب يمكن في إبراهيم غالب في النصر وعبد العزيز جبريل. قال ان هم اتاثروا النصر اتاثر بغياب مشكله النصر ان كان في الوقت اللي عبد العزيز الجبرين اتعور فيه ابراهيم غالب. ابراهيم غالب برضو من افضل المحاور زي حسام عاشور كده عندنا في مصر. عبد العزيز الجبرين زي حسام عاشور عندنا في مصر في اللعيبه اللي بيعرفوا، بس يمكن عبد العزيز الجبرين ممكن يلعب لقدام شويه بيكمل. تيسير الجاسم طبعا كابتن الاهلي السعودي وكابتن المنتخب السعودي احيانا بعد اسامه هوساوي، ولكن من اللعيبه الكويسه، بس احتمال ما يجيش علشان عنده اصابه الاسبوع اللي فات. ممكن سبحان الله السعوديه يعني اللعيبه بتاعتها كلها يعني في الاصابات في الفتره دي صعبه جدا. ما هي دي الفتره، بتاعت الضغط. يمكن انا اقول لك حاجه مهمه معلش، ان في السعوديه لما السنه دي في الجدول بتاع المباريات والبطولات عملت السعوديه، لما لقيت ان السنه دي سنه كاس عالم وممكن المنتخب السعودي يروح كاس عالم، خفضوا المباريات. يعني كاس الملك وكاس ولي العهد كان بيتلعب ب 64 فرقه بالدول ال 64 ل 32، وبعدين كل بتنزل يشارك يشارك يشارك، وتوصل دلوقتي ان هم بيدخلوا بس اللي بيلعب في اللي هم بتوع الدوري الممتاز. الاول كان الدوري عبد اللطيف جميل والدوري رقم 2 اللي هو به يعني اللي هو زي عندنا الدرجه الاولى، الاثنين دول كانوا بيلعبوا في التصفيات وبعدين بيمروا بمراحل كتير، ففضلوا ان هم يشيلوا نص المباريات علشان يدوا راحه للمنتخب عشان الاحتكاك بتاع المنتخب. اخر ناس بقى كهربا وغالي انت تتكلم عن المكتب لنا بقى نتكلم الاول على حسام غالي الكابيتانو والمايسترو. واحد من اللعيبه اللي كلنا كنا بنحب الكوره تروح لها كابتن ماهر عشان نشوف هو يعمل فيها ايه. حسام يعني شخصيه جميله وقائد فعلا للنادي الاهلي ومنتخب مصر، ومن اللعيبه اللي انت ترتاح لها نفسيا بشكل كبير جدا. يعني حسام من الشخصيات المحترمه اللي فعلا قدرت ان هي تعمل بصمه في تاريخ الكره المصريه والنادي الاهلي. ده اقل حاجه يعني ان حسام ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين. وجوده معانا طبعا بيشرفنا بشكل جيد جدا.
ويمكن دي فرقته دول زمايله وده ناديه اللي هو بيحبه بيته. يعني مش هنقول ان احنا بعتنا له دعوه، ده هو لوحده طبعا جاي بيته دعوة، مش محتاج دعوه يعني. وكهربا طبعا الوافد الجميل اللي عمل شكل واداء في الدوري السعودي، وجوده معانا بردك بيشرف النادي الاهلي. وكهربا من اللعيبه اللي دمها خفيف يعني، ابن الاهلي ابننا برضه والله طبعا. من ناشئين النادي الاهلي، اهلي وانبي. يعني حاجه جميله طبعا. عايز اقول لك يا محمد ان يمكن مش هم دول بس، يمكن جميع الدول العربيه والفرق العربيه اللي موجوده في القاره الاسيويه عايزين يحضروا هذا اللقاء وعايزين يجوا طبعا، لان ده شرف ليهم وشرف للنادي الاهلي وشرف للكره المصريه. فعايزين نعمل حاجه قدام النماذج اللي احنا شايفينها قدامنا، المهاره الجميله واخد بالك، العدد في الاخراج الوحده التدريبيه لاتلتيكو مدريد بعد الاحماء وبعد الدبل باص او الكره اللي كانت موجوده من 3-4 لعيبه، رجعوا بقى طبعا المهاره الجميله اللي هم بيأدوها بهذا الشكل، مهاره من ضمن المهارات اللي احنا بنفتقدها بشكل جيد في ملعبنا، ضرب كره بالراس. شايفين الاتقان في حته المهاره اللي بيأدوها والشكل المنظم من خلال الوحده التدريبيه. فانا عايز اقول لك ان اليوم ده هيبقى شرف لكل لعيب هيشارك قدام اتلتيكو مدريد، عشان زي ما قلت لك ان هيبقى فيه دوافع وروح واداء مميز. واحنا في المباراه دي بالذات لعبتنا بتتفوق بشكل كبير، وزي ما قلت لك في الاول ان احنا ياما كسبنا مونشن جلادباخ وبايرن ميونخ وريال مدريد، يعني احنا بنقدر نتفوق على الفرق اللي بهذا الشكل. ونتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى يوم حافل وجميل وعيد لكل المصريين باحتفال سنه جديده على الكره المصريه. وكابتن عادل، سيميوني عمل حاله فريق اتلتيكو مدريد، عمل لهم هويه. يعني اتلتيكو مدريد على مدار السنين فرق من الفرق الكبيره، ولكن دخل ضمن الثلاثه التوب مع وجود سيميوني من المدربين اللي صنعوا هويه. رجع للثلاثه التوب، لان هو كان اصلا من الثلاثه التوب، بس كان في عصر سيميوني وهو بيلعب في اتلتيكو مدريد. لكن في الوقت الحالي سيميوني من المدربين اللي تقدر تقول عليهم اللي بيمتلك العنصر اللي هو السحري في كره القدم، الحماس، حماسي جدا. وانت يمكن هو بيترد كتير فعلا. لا هو بيترد، هو حماسي، وتحس ان كل اللعيبه بيصبغوا صبغتهم على المدرب. وده العاده يعني، انت دلوقتي المدرب اللي بيبقى هادي بره اللعيبه بتبقى هاديه، المدرب اللي بيبقى شعنون قوي وعنده شخصيه، وبعدين هو فنياته كويسه قوي، لانه سيميوني بدايته هو كلاعب منتخب الارجنتين كان لعيب من اللعيبه اللي هم عايز اقول لك روحهم عاليه قوي، زي تدريبه قوته. كان بيلعب ديفندر، كان بيلعب مان تو مان على اكبر لعيب العالم في مع المنتخب الارجنتيني، بيلعب على ريفالدو في البرازيل، كان بيلعب على نجوم بقى منتخب هولندا اوفر مارس وكامبو والناس. لا اللي هو كان في اوقات في الناحيه التكتيكيه هو سيميوني. لما كان بيلعب في المنتخب الارجنتيني كان بيستخدموا المدربين دايما لافساد الهجمه بتاعه الفرقه، تحس ان فرقه اتلتيكو مدريد كلها بتشتغل نفس النمط سيميوني. لما طرد بيكهام في كاس عام فرنسي، هو سيميوني. بص سيميوني من عنده روح، يعني روح عاليه قوي في الحته بتاعه الضغط، نفس لعبه طوعه للناحيه التدريبيه عنده. الحاجه الثانيه المهمه في سيميوني وفرقه اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد من الفرق اللي كمان بتصنع لاعب كويس، كريزمان. ما كانش قبل ما يروح اتلتيكو مدريد ما كانش كريزمان، كان لعيب كويس ولكن مش سوبر. فالكاو كذا لعيب من لعيبه اتلتيكو مدريد اللي هم اللي بيعرف يصنع. ديجو كوستا حاجة تانية كمان، اتلتيكو مدريد من اللي بيصدروا لاعبين صغيرين. ده حقيقي. دي يعني انت عارف مدرستهم، انه ممكن تحس ان هو في الاعارات عنده بيبدا يصدر لاكتر من نادي في اسبانيا ويرجع اللاعب وهو بلغه الكره انه استوى واشتغل ولعب. يجيب لعيب يا كابتن ويعني يتوهج عنه، مثلا يجيبه مثلا ب 10 مليون يورو ويبيعه بقى ب 50 وب 100 ويكسب فلوس، زي مدرسه الارسنال في الوقت الحالي. مدرسه الارسنال، ارسنال فينجر ماسك الفرقه بقى له 25 سنه، ال 25 سنه بدا من السنه رقم 8 بدا يشتغل استثمار الارسنال. حتى جمهور الارسنال قل كتير في العالم عشان عدم مكاسب البطولات، ما بياخدش بطولات كتير، ولكن هو سياسته والمال
الممالك بتاع النادي والملاك بتوع النادي حتى دخلوا أرسنال فينجر يبقى كمان من ضمن ملاك، مش ملاك النادي ولكن في الشركه اللي هم عاملينها، الشركه اللي هي شركه النادي المالكه للنادي. ايوه فكانوا بيشتغلوا يجيبوا لعيبه باثمان ارخص وبعدين يبيعوها باثمان اعلى. لكن اتلتيكو مدريد الفرقه اللي هتلعب المباراه هم واخدينها مباراه، يعني عاوز اقول لك الوقت ده في اوروبا الوقف الدوري والكريسماس وكل سنه والاخوه المسيحيين طبعا بخير وبسلام، يعني في الوقت ده اللي بيحصل ان هم بيروحوا الدول العالم اللي هي ادفى كتير قوي زي مصر وزي، واحنا عندنا مناخ جيد. احنا يمكن انا خلاص اعتبر اني اتمنى انه يعتمد الموضوع بتاع في شهر 12 لازم يبقى عندنا مباراه ومباراه قويه ان شاء الله. طب احنا معنا على الهاتف الناقد الرياضي من السعوديه عبد العزيز المريسة. مساء الخير يا فندم. مساء النور على يا حبيبي هلال، على هذه الساعه. تحياتي وتحيات كابتن ماهر امام وكابتن عادل عبد الرحمن يا فندم. اهلا بيك. هلا يا حبيبي. ونعم والله وسعد بكم جميعا والله تعالى شرفت تواجدنا معاكم. هذه القناه للنادي الكبير نادي الاهلي، وان شاء الله تكون هذه المداخله مثريه للمشاهدين. لا احنا كلنا اخوات وكلنا عرب وبتبقى حاجه جميله جدا مشاركه النجوم العرب في لقاء مثل وديه النادي الاهلي امام اتلتيكو مدريد من اجل السلام. والله اولا قبل ابدات الصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقبل كل حاجه يعني جميل جدا طبعا الكل يعرف ان المجال الرياضي هو اسهل وسيله لنشر اي حاجه انت تبغاها، ما بالك لما يكون السلام. والجميل جدا ان هذه المباراه تقام في مصر الحبيبه، والاجمل من ذلك انها رساله للجميع وخاصه للغرب اللي ماخذين او بعض الغرب اللي ماخذ فكره بان الارهاب مدعوم مع الاسف الشديد من المسلمين، وهذا بلا شك امر خاطئ جدا. للاسف الشديد ان هناك من نشر من بعض ما اقدر اقول عليهم يعني ما اقدر اقول عليهم اخواننا يعني لانهم مش اخواننا اساسا، اتكلم عن البعض من يتصف بالاسلام وهم بعيد كل البعد عن هذه الديانه. نعم. ولكن اجمل ما في الامر نحن نحاول نوفر رساله جميعنا كعرب، جميعنا كمحبين للامه الاسلاميه والعرب، ان الثلاث هو ديدن المسلمين جميع انحاء العالم سواء عربي او اعجمي. وهذه اللغه التي يستخدمها البعض ساعد الاسلام ما هي لغه المسلمين ابدا. فجميل جدا ان احنا يعني طبعا اتكلم كوني عربي، لما اقول احنا انا اتكلم حتى باسمي وباسم الاخوان في مصر، لان احنا كلنا جالسين نمثل الهدف الاسمى في هذه المباراه. لما نستضيف نادي بحجم اتلتيكو مدريد، نادي من اهم الانديه في الدوري الاسباني اللي يعتبر من اهم الدوريات العالميه، يعتبر الان من افضل ثلاث نادي في اسبانيا. نعم. لما يتم استضافته في مصر الحبيبه وحضور معظم اللاعبين العرب سواء من السعوديه او غير السعوديه، يعني انا ما شاء الله تبارك الله عبد العزيز جبريل موجود، تيسير الجاسم موجود، فهد المولد، فهد المولد، ثلاثة من اللاعبين المميزين عندنا في الدوري السعودي، وكنا نتمنى يكون بس ما ودنا لكن الساعة كلها عليكم الله يعطيكم العافية، نتمنى جميع اللاعبين السعوديين، لكن بالعكس هذه فرصة جميلة أن يكون من كل دولة لاعب عربي يمثل قبل كل حاجة يمثل الإسلام والمسلمين في بلاده، هذا أمر جدا جدا يهمنا كلنا، وأعتقد حتى يهمكم هذا الشيء. فأنا بكل أمانة أوجه الشكر لصاحب هذه الفكرة، فكرة جدا كانت مميزة، فكرة إن شاء الله نحسن نوصل. طب كانت في كثير من الرسائل السابقة في كثير من الاتحادات الأهلية العربية الإسلامية لنشر مثل هذه الثقافة، ولكن أنها تتواصل من الإخوان في مصر هذا الشيء يشرفنا ويسعدنا كثير. بكل أمانة أمر مفرح، وكنت أتمنى صراحة أن يكون متواجد
لكن كفايه الدور الموجودين يكفي الكابتن عادل. كابتن عادل ما شاء الله خلاص. حبيبي استاذ عبد العزيز، كان في انباء ان نادي الاهلي بصدد اجراء بعض المباريات ايضا في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه في الاونه القادمه. هذه المباريات بتفعل التلاحم العربي وخاصه المصري والسعودي بشكل كبير جدا. والله شوف العلاقه السعوديه المصريه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، وان شاء وهذا امر نحن تعودون عليه قادتنا سواء ولاه الامر في السعوديه او ولاه الامر في مصر على هذا التلاحم المميز بين الدولتين ولله الحمد. هذا امر ما هو مستغرب ولا هو يعني هذا يعني كنا نشوف مثلا منذ سنوات بطوله اكتوبر السعوديه مصر كانت تقام عندنا بطوله وعندكم بطوله وهذا امر ما هو جديد. الاجمل انها جابت السفر الاخير جابت على جميع المستويات سواء على المستوى السياسي على المستوى الرياضي، وهذا ولله الحمد يعني مؤكد مدى الترابط القوي جدا ما بين جميع الشعوب العربيه بصفه عامه وبصفه خاصه العلاقه السعوديه المصريه. الاجمل من كل هذا كله ان احنا ولله الحمد الشعب السعودي يتمنى الخير للشعب المصري وحكومته، والشعب المصري يتمنى الخير دائما وابدا دائما وابدا باذن الله. كابتن عادل حضرتك عايز تتكلم؟ اللهم لك الحمد هذا ولله الحمد جايبين لنا في جميع المحافل، وان شاء الله يا رب احنا نقدم كوره مكتسبه لكاس العالم في روسيا ونقدم ان شاء الله اجمل مستوياتنا ككره عربيه بالاضافه الى منتخب تونس بالاضافه الى منتخب اعوذ بالله الاشتراكيين اعتقد المغرب المغرب تونس ومصر والسعوديه والسنغال. السنغال استاذ عبد العزيز انا عارف افريقيا استاذ عبد العزيز ازيك؟ حبيبي والله حبيبي يا كابتن. حبيبي يا استاذ عبد العزيز اخبارك ايه؟ انت عارف طبعا ان كلامك كله يعني انا عارف مدى الحب الشعب السعودي للشعب المصري، وانا كنت عايش في السعوديه الفتره اللي فاتت كلها ولقيت اعلى دعم من الشعب السعودي، وحسيت ان انا في بلدي يعني دي حقيقه. ونفس الكلام الشعب المصري بيحب الشعب السعودي جدا، وانا عايز اقول لك ان انتوا هتشرفونا اكيد هتجي وهتشرفنا يعني، وكل الاخوه الصحفيين السعوديين معظمهم هيكونوا مشرفينا وهتشرفوا مصر بلدكم طبعا ان شاء الله يعني. ما يحتاج ما تعلمنا على مثال يا كابتن، احنا كنا في الكره العربيه اللي اقيمت في الصيف الماضي في مصر ولله الحمد والمنه نجحت نجاح منقطع كبير، وان شاء الله تتوالى النجاحات. احنا مصر احنا نعلم فيها احنا اهلها، ما يحتاج احد يعلمنا فيها، وانتم ولله الحمد برضه انتم لما تكونوا سعوديين انتم تعلمون في السعوديه. فكابتن عادل ما شاء الله اول شيء طلعنا كابتن عادل اصبح يعني سعودي يمكن اكثر منك. طبعا طبعا اكيد يعني حبيبي استاذ عبد العزيز بشكر حضرتك شكرا جزيلا. على فكره هذا للامانه والله يمكن قد يكون والله ما اقولها من باب المجامله ولا يعني ما راح كابتن عادل يزيدني او ينكسني او اني انا ازيد او انكسر، ولكن كلمه حق كابتن عادل امانه اضاف جميع المحطات اللي درب فيها وقدم مستويات يعني ما شاء الله مع الفرق. قد تكون بعض الظروف خذلت لكن بكل امانه انا لما افخر واحد عربي يقدم مثل هذه المستويات الى شيخ لابد اني افخر بكابتن عادل من ضمن القائمه اللي ربنا يخليك. الله يخليك يا استاذ عبد العزيز شكرا. ربنا يخليك اشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل التمنيات بالتوفيق لمنتخب السعوديه في خليجي باذن الله. ومعنا نجم السعوديه كابتن سعيد العويران وهدف كاس العالم وبلجيكا. مساء الخير يا كابتن. هلا حبيبي كيفك؟ ازي حضرتك؟ منورين. هلا كابتن سعيد. كابتن ماهر امام والكابتن عادل عبد الرحمن. هلا كابتن سعيد. حياتي ليك يا كابتن سعيد. كابتن سعيد كلنا بنسال يعني من كاس العالم 94 ولحد دلوقتي بنسال حضرتك جبت ازاي الجون دوت في بلجيكا؟ انا عامل تنبوذ
من التنبوشه. انا فاهم التنبوشه دي يا كابتن سعيد، انا اللي فاهم. لا ما انا كمان فاهم يعني ايه تنبوشه، انا اشتغلت في الاي ار تي. واحد يقول تسلل هدف. تسلل ازاي يا كابتن؟ لا ده جون مارادوني ده يا كابتن سعيد. ده بقول لك كان بيجي جزم شيربر دوم، هو كان كابتن سعيد شباب طبعا فكان اكيد بيروح يغيظه. شيربر دوم كان ماسك فرقه الشباب، وانا كنت هناك كنت بشوف كابتن سعيد بيروح يغيظه يعني. كابتن سعيد من المواهب العربيه الجميله، وكلنا فاكرين ذكريات المنتخب السعودي في كاس عالم 94 واداء اكثر من رائع، ويعني مواجهه كانت قويه امام السويد، وخروج السعوديه من دور ال 16 كانت شرف لكل العرب. نعم صحيح والله، يعني كانت بصراحه الاولى كانت صراحه بفوز الجميع، يعني الكل كان شاد حيله وعشر سنه كامله. ف نرجع شغال اللي عمل كل شيء يعني السنه هذه نفسها، كنا معسكرين سنه كامله برا في باريس في فرنسا في امريكا، يعني لفينا جامده كان في مجهود وتسعات كلها الحمد. وان شاء الله السنه يعني 2018 باذن الله المنتخب السعودي والمنتخب المصري راح يقدموا ان شاء الله المستوى المعروض. شايف استعدادات منتخب السعوديه للمونديال ازاي يا كابتن سعيد؟ كيف؟ استعدادات المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018 ازاي؟ ايوه مالك شايفها ازاي يا فندم؟ والله انا يعني شايف انه الان يعني كل اللاعبين قاعدين يعني الوظيفه الان في الخليج، الشيخ تركي الله يديه الصحه ما قصر يعني بيدي فرصه للجميع، و يعني ما راح يروح هناك احد يعني ما راح نفس المنتخب الا هو كفؤ للمشاركه في يعني المناصب زي هذا. كابتن سعيد، النادي الاهلي هيلعب اتلتيكو مدريد ومباراه وديه فيها العديد من نجوم العرب، رساله من اجل السلام. نعم والله محتاجين مباراه، يعني الكل بيخاف ما يروح مصر ما بيدي. انا في مصر في عز العز في كل الحالات، انا في مصر الحمد لله فيها امن وامان، لكن الله يكفينا شر هذول الارهابيين، يعني في ناس مقصوره يعني بدنا تقول بدون عقل، يعني هم اللي بيعملوا التفجيرات بيعملوا الاشياء هذه في كل بلد. لكن انا كمقيم في مصر على طول دائما انا ارجو من الجميع الحضور في مصر والاستمتاع بتراث مصر اجواء مصر بلد الحمد لله فيها الامن والامان. الجون بتاع حضرتك هو بنذيعه للمشاهدين فعلا عامل دمبوشه يا كابتن سعيد. لا عامل دمبوشه. اللعيب الاخير بانت فيها يا كابتن سعيد صح؟ بص اللعيب اللي راح نداها ناديته ده اللي جاي اهو ده، بص راح فين؟ منتخب بلجيكا. واضح يا كابتن سعيد ان الهدف ده هدف مارادوني. لا الحمد لله. يعني انا رايح كاس العالم كنت هداف العالم تصفيات. كان هداف العالم فعلا. كان هداف العالم. نعم. اللي حصل اول مباراه هولندا لعبنا خسرنا 2-1 ما سجلت، لعبنا المغرب كسبنا 2-1 برضه ما سجلت. نعم. والحمد لله بتوفيق من رب العالمين. نعم. ما في احد ما عداني اي قرانيه دعاء، الكل صراحه مسؤولين امراء اميرات من العائله. وكان الكل الامير تركي رحمه الله عليه امير عبد الفتاح الله يرحمه، الكل كان متابع معي، ادعي واحد سجل. والحمد لله يعني صبرت المباراتين اللي ما سجل، مع اني لاعب فيها ممتاز كل الكرات طيبه فيها، لكن لم اوفر في التسجيل. الحمد لله جاء كل التعب هذا توجته بهدف الى يومنا هذا 22 سنه تقريبا او 23 سنه. نعم، هدف من الاهداف التي لن ينساها التاريخ، هو كلنا نتذكر هذا الهدف الجميل. كابتن سعيد العويران بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، واحد من النجوم الجمال، نجوم اللي في تاريخ الكرة العربية، وهدف من أجمل الأهداف حتى اللي أخطيه في هذه البطولة، بطولة كاس عالم 94، ودي مع يعني الشباب بقى اللي حضرها ليها ذكرى خاصة. كاس عالم 94 دي الناس بتحبها جدا، وكان الفاينل أمام البرازيل وإيطاليا وفازت البرازيل بضربات الجزاء. نخش على قطار الدوري
الدوري الممتاز مرة أخرى. معايا نجومي الكبار نبتدي نتحدث عن مباريات اليوم. لقاء كان بتروجيت والأسيوطي، مواجهة صعبة جدا ما بين كلا الفريقين، وكانوا قبل بعض في الترتيب. الأسيوطي مع كابتن علي ماهر وكابتن محمد يوسف مع فريق بتروجيت، وكلاهما عمل مع بعض في جهاز واحد في القيادة الفنية للنادي الأهلي. كان كابتن محمد يوسف وكابتن علي ماهر انضم في بعض الأوقات، ومواجهة ما بين أبناء النادي الأهلي وانتشار أبناء النادي الأهلي في الدوري الممتاز بيدي يعني حاجة كرة جميلة. نادي الأهلي دايما وأبدا بيلعب كرة هجومية وبيبحث عن الانتظار، وفوق ووجود نجوم النادي الأهلي كابتن ماهر مباراة كانت صعبة، تفوق في الآخر الأسيوطي والحسين أسود حتى الآن في هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، وأصبح في المركز التاسع برصيد 19 نقطة. هو طبعا مبروك للأسيوطي النهارده فوزه على بتروجيت، وفي نفس الوقت بنحيي محمد يوسف على الأداء اللي أداه بشكل جيد. الأسيوطي من البداية واضح يا محمد إن هم عندهم إصرار وعزيمة. علي ماهر عنده شخصية القيادة بشكل جيد جدا، استفاد في الفترة اللي اشتغل فيها في النادي الأهلي السنة أو السنتين اللي اشتغل فيهم، اكتسب حاجات كثيرة جدا يمكن النهارده بتفيده في أدائه في الدوري الممتاز كوافد بشكل جديد. يعني كلنا كان عندنا امل ان علي هيقدر يعمل حاجه. اختياراته للعيبه بتاعه الاسيوطي اشتملت بعض الخبرات اللي ساعدته بشكل جيد جدا. اللعيبه الوسط اللي هم عندهم المجهود المبذول داخل الملعب، حتى يمكن عناصر شبابيه قدر يضيف بعض عنصر او اثنين موجودين في الفرقه دي النهارده. طبعا ادي الهدف الاولاني لبتروجيت، واضح او ان في هاف كروس اتعمل بشكل جيد جدا ورا خلف المدافعين بالظبط قبل ما يجيب الهدف. يعني تغييره لمحمد يوسف بتحسب له بشكل جيد، اتعملت بشكل محمد بشكل جيد جدا. هاف كروس من اصعب الكروسات اللي بتتعمل ورا خلف المدافعين، طبعا مع مهاره ضرب كره بالراس بشكل جيد، مع عدم تنظيم دفاعي، ودي مشاكل هنتكلم عليها يمكن واتكلمنا عليها سابقا بشكل كبير وبشكل جيد. لكن عايز اقول لك ان علي ماهر اكثر تنظيما اكثر اداء، اللعيبه حاسه ان في مدرب واعد، مدرب مديهم ثقه، مدرب متواجد بشكل جيد جدا. اللي انا اعرفه كمان محمد بالنسبه لعلي ماهر ان علي مطلع بشكل كبير، ويمكن بيخش في مواقع كثيره الاعداد اللي هو الاعداد الفني، وعمل معاشره مع اتلتيكو مدريد من قبل. بالظبط. فده كل ده خبرات بيكتسبها علي ماهر من خلال اداؤه في الدوري العام، وده يمكن الهدف الثاني. الباص البيني الجميل اللي اتعمل بين السيرد باك وبين الباك بمهاره ثم مراوغه ثم تصويبه، واعتبر ان بردك صاحب الهدف ناشئ من ضمن الناشئين اللي اضافهم كابتن علي ماهر في مباراته ضد بتروجيت. عايز اقول لك ان علي ماشي بخطوات جيده جدا النهارده. ترتيب الاسيوطي التاسع على الدوري، لعبه يمكن خمس مباريات فاز خمسه، وده بيعتبر مكسب كبير وعدد كبير من المكسب للاسيوطي. اتعادل اربعه، هزيمه سته، لهم الاهداف 17 عليه 19 وله 19 نقطه. فدي من ضمن الحاجات اللي وضحت في اسلوب الاسيوطي. قبلته كمان يا محمد بالنسبه لوجوده في الجدول، علي دلوقتي موجود في منطقه الدفء، دي المنطقه اللي بتدي ثقه للمدرب. من اجمل الاهداف كابتن ماهر وكابتن عادل، شريف رضا هما اللي سجلوا الاهداف، شريفين، شريف رضا وشريف داب. يعني يمكن الهدف الثاني اللي فيه الدبل كيك أو الكره الخلفيه، واضح قوي ان اتعملت بشكل جيد جدا. هجمه من ناحيه اليمين منظمه، وبعدين رجع تاني بالكوره، قدر زميله انه يخترق في حته ضيقه جدا، وبعدين الكروس العرضي دبل كيك، ضربه خلفيه باتقان بشكل جيد في وسط مدافعين يا محمد. مع الاسف الناس بصت للكوره بس. كام يا كابتن في الدقيقه 82؟ فطبعا في توقيت قاتل بالنسبه للاسيوطي. بنبارك لعلي ماهر مكسبه 3 نقاط، وبنقول لمحمد يوسف هارد لك. وفي نفس الوقت محمد انا عايز برضك اشكر عماد النحاس واسامه عرابي وكابتن مختار، ودول يمكن ابناء النادي الاهلي الموجودين في الدوري الممتاز اللي بيعملوا شغل شكل واضح وجيد واداء متميز. نتمنى طبعا اضافه بعض المدربين من اللي بيمثلوا لابناء النادي الاهلي، اللي زي ما بقول لك بيفرقوا مع الفرق بشكل كبير. ويمكن كنت بكلم ضيفنا البحريني الاستاذ ناصر، وقلت له ان مدربين النادي الاهلي
بلغه الكره الصناعيه. نعم. وبيعرفوا يأدوا بشكل جيد. فانا بحييهم برضو كابتن عبد الرحمن لسه يعني في الاستاذ عبد العزيز المريسل بيتحدث عن طريقه كابتن عادل، وصراحه كان مادي اداء جيد جدا مع اتحاد جده ومع الفرق السعوديه اللي كان بيتولاها. طبعا تجربه في منتهى الصعوبه، صعب جدا بالنسبه لوجود مدرب عربي في فطاح المدربين الموجودين في السعوديه. بنحيي عادل طبعا من خلال برنامجك، لان عادل من المدربين الاكفاء. كان باين من قطاع الناشئين ان عادل في مشروع لمدرب قادم، نتمنى لعادل الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله يبقى موجود من ضمن زمايله المخلصين او اللي بيجتهدوا بشكل جيد في الدوري الممتاز الفتره القادمه باذن الله. كابتن عادل، في هذا اللقاء بتروجيت كان مسيطر، شبيتا كان متالق، وعوده مره اخرى وحاجه فرحتنا عوده مصطفى شبيتا لهذا الاداء، ولكن الاسيوطي تحس ان هو بيلعب بشكل ايطالي او شكل قريب من اتلتيكو مدريد، تنظيم دفاعي وبيعرف يخطف الاهداف. عايز اقول لك ان فرقه الاسيوطي 19 بونت اللي جمعهم دي حاجه قويه جدا في بدايته في الدوري. هو دي البدايه الثانيه، يمكن نزل طلع وبعدين نزل ثاني، لكن نعم. اللي فارق مع الاسيوطي دي حقيقه ملعبه. نعم. ملعبه بيضطروا يعني كابتن علي ماهر مستغله بطريقه قويه جدا. اللي مع الهواء؟ ايوه. وبيعرف لا وبيعرف يقفل كويس، فهي خطط الكابتن علي ماهر دايما، لانه هو واقعي في اللعب انه هو عايز يكسب الفرق اللي هي بتبقى اقوى منه، فبينظم ناحيه دفاعيه كويسه وبعدين يشتغل على الناحيه. بس هذا اللقاء في استاد البتروجيت في السويس. انا عارف. انا بكلمك على في البدايه جمع البنات دي، لكن انت عايز يعني شوف الاجوان اللي بتيجي للكابتن علي ماهر، تحس ان هي كلها فيها جمل مكرره. نعم. يمكن الباص والتحرك ده جون فردي من مهاجم كبير صراحة. يعني جون. نعم. صعب جدا. نعم. في توفيق كبير قوي، في تمركز جيد جدا، وهو الفرود اللي بيتمركز ممكن. نعم. يجيب جون بشكل زي ده. حاسس بمكانه، هو حاسس بالخط. نعم. يمكن التوجيهه بتاعت اللعبه دي هو قاصد تماما ان هو يحطها بالشكل ده، علشان هو عارف انه واقف فين على خط الستة ياردة، لانه المهاجم عنده الحته الاليه اللي جواه، الحته الاليه اللي جواه من الخطوط، ممكن يشوف في مهاجمين زي عندنا كان يتميز بها، افضل واحد يتميز بها في مصر كان عماد متعب. نعم. حته التمركز وانه واقف فين بيوجه الكره من غير ما نشوف. نعم. لانه عنده الحاسه وعنده اليه. انت كنت بتلعب معاه كابتن حسام حسن؟ يعني لا، شوف انا عايز اقول لك حاجه، انا بجيب لك مثال عماد متعب، لانه عماد متعب اقوى، هو اتنين في مصر كانوا في الحته بتاعت المهاجم دي بيتمركزوا في الحته اللي هي بتروح فيها الكوره. الكوره رايحه جايه في المكان، الكوره رايحه في المكان ده، احساس والتمركز المكان. احساس المكان واحساس المرمى. نعم. احساس المرمى من الحته الاليه اللي جوه اللاعب، اللي هي بتيجي بالتمرين كتير واحد، بتيجي بالخبرات اتنين، بتيجي بالموهبه بتاعت التوازن اللاعب. يعني عماد متعب اكتر من جون جابه في الزمالك لو فاكر، كلها توجيه لعب. الجون ده منه توجيه، هو وجه عارف انه رايح فين، فيها توفيق كبير، ولكن هو قاصد انه يعملها. عايز ارجع لك لفرقه الاسيوطي، من اهم مميزات فرقه الاسيوطي انه عارف حته الدفاعيه ازاي يعملها في الوقت اللي فيه ضغط مباريات. نعم. انت عندك ضغط مباريات هيجي لك نتائج غير عاديه، لان مفيش بالذات في الفرق المتوسطه الحال. نعم. يمكن الفرق الكبيره اللي عندها دكه كبيره تقدر تدور تعمل تدوير للعيبه كتير، ممكن ما تتاثرش بصوره جيده، لكن فرقه بتروجيت، فرقه الانتاج، فرقه الاسيوطي، الفرق اللي هي اللعيبه العدد قليل فيها، فلما بيحصل ضغط مباريات بيحصل اخطاء كتير. شوف الجون الاولاني اللي جه بتروجيت جابه، الوقفه بتاعت اللعيبه، ثلاث لعيبه على لاعب واحد، وفي الوقت وفي الوقت نفسه كله بيبص على الجون. نعم. بص فين؟ يعني كله باصص على الكرة الاول، وبعدين دخل لاعب بقوم 3-2. نعم. في لحظه ان انت في الوقت ده لازم الباك رايت اللي الناحيه الثانيه، اللي هو الباك ليفت اللي الناحيه الثانيه، والباك رايت بيخش وبيضمه مع واحد من الديفندرات اللي بيجي من تحت، لازم يبقى عندك زياده عدديه اكتر من اربعه. ده الاجهاد، ده حته الاجهاد بتاعت المباريات الكتيره، حته الاخطاء اللي بتحصل من الاجهاد بتاع ضغط المباريات. ولكن الاسيوطي هقدر اقول لك انه بي علي ماهر
لو قدر ان شاء الله هو يقدر علي ماهر، لانه علي ماهر عنده صرامه دفاعيه كويسه. في فرق ما بين انك بتدافع وفي فرق انك يكون عندك صرامه دفاعيه. ممكن تدافع شكل وعدد بس، لكن صرامه ان الحته التصليح بتاع الحتت ديت ممكن تتصلح في المباراه اللي بعديها مع علي ماهر. يعني انا شفت له اكتر من موقف، رغم ان هو جايب حماده طلبه واحمد سيد اوكا الاثنين خبرات، واحد مع النادي الاهلي والاثنين لعبوا منتخب مصر. بص اللي جاي من الزمالك بص اللي جاي من الخلف هنا بيلعبوا على الحته الارتداديه، السرعه في الحته الارتداديه من الدفاع للهجوم. انا عاجبني فرقه الاسيوطي في حاجه مهمه قوي انا بشوفهم، بس دي علشان ملعبهم. نعم. الحته بتاعه الكوره الثانيه دايما ياخدوها، سكند بول دي دايما ياخدوها. ليه بياخدوها؟ لاني من كتر يعني انا من وجهه نظري ان علشان طريقه الهواء بتاع ملعبهم فبيتمرنوا على الجزئيه دي، فدي بتساعدهم لما يلعبوا خارج ملعبهم كمان، اللي هو التمركز علشان ياخدوا الكره الثانيه. لو انت اتفرجت على ماتش بتروجيت والاسيوطي تلاقي اكتر، لو في مثلا انت في المباراه بيبقى في 800 موقف ما بين واحد ضد واحد في الملعب كله، وفي يجي 600 او 500 موقف اللي هو الكره الثانيه، الكره لما بتتلعب بتترد ازاي الواحد لما تلاقي ان الاسيوطي ممكن يتفوق عن بتروجيت النهارده بعدد يعني اكتر من 25% يعني للاسيوطي. علشان كده عايز اقول لك لما الاسيوطي يلعب بره بيبقى خطر اكتر من ملعبه، رغم ان ملعبه بيبقى خطر على اللعيبه الثانيه. نعم، بدليل انه حتى امام نادي الاهلي على ملعب استاد القاهره قدم لقاء لا باس به بالنسبه لامكانياته. هو شوف انا عايز اقول لك حاجه، هو يقدر يلعب مع الانديه اللي بتعمل ضغط هجومي عشان هو بيقدر يدافع كويس. نعم. وبيقدر يعمل هجمه المرتده، دي حاجه كويسه، لان احنا هنتكلم على وادي دجله واعتقد ان هم نفس طريقه الاداء ما بينهم. انا عايز اقول لك يا محمد بردك، بص يا عادل، الاهداف متنوعه وفيها تحرك من غير كوره بشكل جيد جدا، وشغل مجاميع واضح قوي ان الاثنين المدربين وخبرك بيحفظوا لعبتهم بشكل جيد. نعم. واضح حتى يمكن في الاهداف اللي حصلت، يمكن الهدف الاولاني بتاع بتروجيت الهاف كروس ده اللي اتعمل، يعني عارف انت الراجل عمله زي الناشين كان على دماغ الراجل في وسط ثلاث مدافعين. يعني نجم بتروجيت اللي عمله سميدتس الاسيوبي صراحه يعني مفاجاه ان لعيب اسيوبي بهذه المهاره. الاسيوطي بقى الهدفين بتوعه واضح قوي في تحرك، حتى الدبل كيك اللي عمله دابو لو تلاحظ يمكن ده الهدف الاولاني بتاع بتروجيت. نعم، محمد واضح ان في اتقان، اتقان في الكروس معمول بشكل جيد جدا ورا المدافعين، وبعدين مهاره ضرب كره براس بشكل جيد، وعدم تمركز بالنسبه للمدافعين كمان اخطاء واضحه قوي موجوده في الدوري الممتاز وبشكل واضح. نعم. عايز اقول لك الهدفين بقى محمد اللي اتعملوا، بص الهدف الاول، بص الباص يا عادل اللي بين السد باك وبين الباك، وبعدين بمراوغه كمان واخد بالك بدون استعجال، لعيب ناشئ، واخد بالك لعيب ناشئ، لكن واضح قوي ان هو عنده اتزان، واضح قوي ان هو لعيب مهاري، واضح قوي ان عنده ثقه علي ماهر مديها له. ابص يعني ادي فات من الاثنين وبعدين عملها بشكل جيد. الهدف الثاني هتبص تلاقي تحرك كمان يا عادل من راس الحربه، بص بص راس الحربه اتحرك دي مره وبعدين رجع اتحرك ثاني. معلش يا كابتن ماهر، نعم. لو وقفنا هنا هتبص تلاقي واحد اثنين ثلاثة أربعة من فرقة بتروجيت مع مهاجم وسايبينه. بالظبط. أنا عاوز أقول لك اللي عارف يا كابتن ماهر، المشكلة في لاعبتنا في الوقت الحالي إن هم بيرجعوا بوشهم للمرمى. أيوه زي المهاجمين. يعني اللي هو اللي هو بداية إحنا مثلا لما نيجي نتكلم على الدفاع بنقول أهم نقطة في الدفاع إيه؟ إنك شايف الكورة وشايف اللاعب وإنت راجع ممكن ما ترجعش على جونك، الهجمة بتبقى خطيرة يرجع عارف جنب. عادل دي أصعب ليه؟ حاجة أصعب حاجة أصعب حاجة في المدافع اللي أنت بتتكلم عليها، إن يشوف الكورة ويشوف الخصم، محتاجة تدريبات. ما هي تدريبات ما كمان يعني كابتن محمد يوسف كان غير الباك اليمين بعد الهدف الاولاني، نزل عمرو حسن لعيب الخبره واللي موجود مع هذا الهدف لم يتمركز جيدا ولا هو ولا المساك. هم اربعه يا محمد على واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ازرق، اثنين ثلاثه والوحيد على خمسه ازرق، خمسه سته على اثنين جوه ال 18. مش محتاجين الزياده العدديه مع الاسف. ده الاجهاد يا كابتن، ده الاجهاد بتغطي المباريات طبعا بيخلي اخطاء كثيره. في موضوع الاجهاد والروتيشن بشكل اوفر في لقاء الاهلي ووادي دجله، ولكن احنا ننتقل للقاء الاخر، سموحه والانتاج. وسموحه يعود مره اخرى بعد الهزيمه امام النادي الاهلي وتفوق بهدفين مقابل هدف امام الانتاج الحربي. صراحه كان لقاء متعادل الكفه الى حد كبير، ولكن خبرات فريق سموحه عنده فرقه صراحه، واحمد نبيل منجب يحرز الهدف الاول ثم يحرز الهدف الثاني لسموحه، و
الانتاج يحرز هدف من ضربه جزاء ايضا عن طريق عمر السعيد. ادي ضربه الجزاء الاولى لفريق نادي سموحه عن طريق احمد نبيل مانجا اللي ايضا من ابناء النادي الاهلي اللي ابتدوا يعودوا مره ثانيه طبعا. وكابتن عادل عبد الرحمن واحد من الناس اللي طلعت ناشئين كتير جدا في النادي أنا الاهلي. انا جايبه النادي الاهلي. نعم. مانجا كنت جايبه النادي الاهلي وكان معايا في فرقه ال 91. مانجا من اللاعبين الكويسين قوي اللي انا زعلت ان هو مش من النادي الاهلي لانه ديفندر قوي جدا. مانجا ممكن اللي كان يعوض لك حسام عاشور في الوقت الحالي ويساعد حسام عاشور. الكره جت في ايد لؤي وائل وكان في تكتسب ضربه جزاء. انا عايز انا اقول لك يا محمد عادل انا اتفرجت على 45 دقيقه الاولانيين. اولا ضربه الجزاء دي جت في الدقيقه 3 بعد الدقيقه 48 من الشوط الاولاني. نعم في اخر الشوط الاول. في اخر الشوط الاولاني ارضيه الملعب والمطر اللي كانت مغرقه ارضيه الملعب. انا بحيي طبعا الفرقتين على الاداء اللي هم ادوه بشكل جيد في الظروف الصعبه اللي كانت موجوده عليها. على برج العرب كان في امطار كتير. بالظبط. عايز اقول لك ان الاسيوط اسف سموحه بعد هزيمته من النادي الاهلي والاسيوطي يرجع الكابتن طلعت مره ثانيه بفريق سموحه ويعدل التوازن اللي حصل. يعني انت بتخسر مباريتين ورا بعض النهارده بتقابل الانتاج الحربي دي المباراه الثالثه للكابتن طلعت يوسف. لكن عايز اقول لك ان خبره الكابتن طلعت يوسف اذا كانت موجوده في الدوري الممتاز او خارج الدوري الممتاز يمكن في ليبيا مع اهلي طرابلس ده بياكد ان برضك الخبرات اللي وصلوا لها نجومنا بتفرق معاهم جدا في الاداء اللي بهذا الشكل. يعني نفس الغلطات اللي بتحصل نفس الخطا يمكن ده الهدف الثاني بالنسبه لسموحه. نعم. الكره العرضيه كل الناس باصه للكوره وزي ما قلنا ان الزياده العدديه ساعات يا محمد اللي داخل جوه 18 عادل بيتعرض اخطاء كثيره. ان انت المفروض التوازن يبقى موجود داخل ال 18 بالعدد اللي بيراقب واخد بالك مش اكتر من كده. ده الهدف الثاني اللي اتعمل. انا عايز اقول حاجه على سموحه يا كابتن ماهر لو سمحت. سموحه من الفرق اللي في بقالها يجي المواسم اللي اشتركت فيها في الدوري المصري بعد ما طلعت واشتغلت عمرها ما فقدت حوالي 23 بونت في يعني في يعني من 45 بونت. هم لعبوا 15 مباراه ب 45 بونت هم عندهم 22 بونت ففقدوا كتير جدا. كتير يعني فقدوا عدد مش قليل من النقاط وكان عمرهم ما حصل كده. سموحه من الانديه اللي تعرف تستقطب لعيبه باثمان عاليه وبياخدوا لعيبه من اللي هم اللي عايز اقول لك الطب. فاقدر اقول لك انه عدم استمرار المدربين في سموحه هو اللي ادى للدروب ده في سموحه. يمكن سموحه انا شايف ان الكابتن طلعت يوسف لما يجي يشتغل مع نادي سموحه في الوقت الحالي هينجح جدا لانه عنده جميع العناصر الجيده. يمكن نادي سموحه من الانديه اللي اي مدرب يقدر يعمل فيها اي تكتيك هو عايزه فيه. في لعيب عنده لعيبه نوعيات من الاعمار السنيه. احنا عندنا للاسف في مصر سرعه في تغيير المدربين. عندنا 8 فرق مغيره مدربين حتى الان منهم فرقتين مغيرين 2 مدربين. عامه في العالم بقى كله كده حتى في الدوريات العربيه وحتى في الدوريات الاوروبيه. بس انت مبالغ فيه شويه. نعم. المبالغ فيه انت مش في تغيير المدربين انت بتغير اماكن المدربين وليس المدربين بيتغيروا. وليس انت لا انت بتوزن ده هنا وده هنا يعني يعني على اساس انك انت بتغير العتبه بس مش اكتر. يعني هم في افكارهم ان هم بيغيروا عتبه لكن هو الموضوع مش كده. الموضوع ان انت بتفشل في نادي مش هتنجح في نادي تاني. حتى لو نجحت في النادي التاني فيبقى انت ناجح بقدرات اللاعبين وبخساره الفرق التانية او قليل الفرق التانية. علشان كده انا عايز اقول لك ما فيش تغيير في الدوري المصري. ده هم بيغيروا عتبه بس اللي هو ده يجيب واحد هنا لا ما فيش تغيير فني. علشان كده انا عايز اقول لك بينجح كل المدربين البعاد. يعني علي ماهر لما دخل نجح علشان بعيد لا وعلشان بعيد. عماد النحاس ينجح علشان بعيد. عماد سليمان لما بعد عن الدوري المصري سنتين ثلاثة نجح لما رجع. لكن المدربين اللي هم بيقعدوا يلفوا ممكن مدرب يجي يكسب لك ماتشين ثلاثة ورا بعض الناس تقول طب ما انت خسران 5 ماتشات قبل كده. هي المشكلة انك انت ما بتطورش اللاعب. انا كنت اتمنى يعني بتمنى احنا داخلين على كاس عالم انا بتمنى ان كل الدوري المصري يشتغل لصالح المنتخب المصري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا واتكلمنا كتير على كوبر انه لازم كوبر يعمل استحداث كتير للمنتخب القومي لان
هيلعب ثلاث مدارس في 15 يوم، مدرسة أمريكا الجنوبية وبعدين أوروبية وبعدين هيخش على المدرسة العربية. فأنت لازم يجب أن أنت يكون عندك عناصر جديدة تدخل عندها الفكر وعندها المهارة وعندها القوة اللي تقابل بيها المدارس اللي هي شغاله. اتفضل. احنا هنكمل كلامنا الفني وعندنا بقى تحليل اوفر واستعدادات اخر استعدادات النادي الاهلي والقائمه وكيف يلعب النادي الاهلي امام وادي دجله، ولكن بعد هذا الفاصل. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حاجة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وتحليلنا الفني للدوري الممتاز ككل ومباراه النادي الاهلي امام وادي دجله في الجوله 15 من الدوري الممتاز. النادي الاهلي حتى الان من 12 مباراه 29 نقطة في المركز الثاني، عنده ثلاث لقاءات مؤجلة طبعا بإضافة مباراة وادي دجلة، وله لقاءان مؤجلان لسه إن شاء الله لما النادي الأهلي يتخطاهم هيكون على صدارة الجدول الترتيب بإذن الله. كابتن ماهر، النادي الأهلي أمام وادي دجلة، مواجهة ما بين كابتن حسام البدري والكابتن طارق العشري. النادي الأهلي بعد فوزه على سموحة في اللقاء الماضي، وكان لقاء صعب أمام فريق سموحة، وبالتأكيد مواجهة وادي دجلة لم تكن سهلة، خاصة أن وادي دجلة بيعاني هذا الموسم قبل قدوم الكابتن طارق العشري. هو طبعا لقاء قوي بين الأهلي ووادي دجلة، بين اثنين مدربين عندهم خبرات ووعي تكتيكي بشكل كبير جدا. هنشوف أن طارق العشري بيمثل القوة الفنية في جهاز وادي دجلة، اللي هو فاز يمكن في آخر مباراتين، فاز على المقاولين العربي 2-0 وفاز على الأسيوطي 2-0. ويمكن طارق العشري تولى المهمه بعد قياده ميدو وبعد الاخفاق اللي حصل في وادي دجله، ويمكن الناس كلها كانت قلقانه جدا من اداء وادي دجله هذا الموسم، والناس تنبأت كده ان ممكن يحصل احباط او يحصل خلل او يحصل وقوع لنادي دجله. لكن طبعا خبره طارق العشري وتوليته المهمه، عارف يا محمد، توليت مدير فني بعد مدير فني، كل اللي بيعمله طارق العشري ان هو يمكن بيحاول يرفع من الروح المعنويه، العامل النفسي بيبقى مهم جدا في بدايه المشوار. واستطاع بصراحه يعني الاسيوطي في اخر مباراه، ويعني بدايته بفوز اثرت على اللعيبه، اثرت بشكل جيد جدا. وعايز اقول لك ان هو اعتمد في خلال المباراتين دول على الخبرات الموجوده في بعض اللعيبه الممثله في فريق وادي دجله، زي محمد عبد المنصف في حراسه المرمى، وعنده احمد العيش يمكن في قلب الدفاع من بردك من ضمن اللعيبه. نعم. محمود رضا عنده، يمكن اسامه العزب عنده، محمد هلال عنده، لعيب كويس قوي محمد شريف من اللعيبه المميزين المهارين اللي هيعتمد عليهم بشكل كبير جدا كابتن طارق العشري. واحمد رؤوف طبعا المهاجم اللي عنده خبرات وهداف بشكل جيد. كابتن طارق العشري بيميل للتنظيم الدفاعي بشكل جيد، خصوصا واللعب على المرتدات طبعا، والاعتماد على الكره المرتده اللي يقدر يباخد بيها النادي الاهلي. وزي ما قلت لك ان هو في المباراه دي بيفكر بشكل جيد انه يلعب ب الفرود النشط اللي عنده، اللي هو احمد رؤوف، وهيلعب احمد رؤوف وحسام عرفات وعنده كمان يمكن ممكن يلعب هلال برضو من اللعيبه اللي بتزيد بتجيب اهداف شويط. ومحمد شريف، لان محمد شريف واضح قوي ان عنده سرعات، لعيب مهاري بيقدر يخترق الدفاع بشكل جيد. التوازن اللي بين الدفاع وبين الهجوم بيتقنه بشكل جيد كابتن طارق العشري، نتيجه الخبرات اللي هو موجود عليها كان قبل كده في المحطات اللي اشتغل فيها في الدوري الممتاز او خارج الدوري الممتاز بردك، يمكن راح محطه ليبيا زي الكابتن طلعت مدرب سموحه طلعت يوسف. عايز اقول لك ان المباراه قويه، النادي الاهلي طبعا يهمه في هذه المباراه بعد المرحله الانتقاليه اللي مر بيها النادي الاهلي، مكسب مباراه سموحه بيدي ثقه كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي في خلال هذه المباراه. الكابتن حسام البدري من ضمن المدربين اللي بيذاكر جدا الخصم بشكل جيد، بيبدا يعمل له اعداد ذهني واعداد فني، وبعد كده بينقل للعيبه شكل واداء النادي اللي هيلعبه اللي هو وادي دجله. كابتن حسام اجتمع باللاعبين
وحفزهم في هذه المباراه ان وادي دجله التعاشه اللي مرت بيه في المباراتين السابقتين هيبقى طبعا مش هيبقى فريسه سهله. الكابتن حسام بيمر بمراحل صعبه جدا يا محمد، وهي مرحله خط الظهر. معظم النجوم الموجودين في خط الظهر اللي بيعتمد عليهم وقوام الفرقه الاساسيه منتخب مصر بالظبط، ومنتخب مصر مش موجودين، ربيع محمد نجيب كلهم اصابه، مش موجودين عنده بسبب اصابه وانا شايف او بره القائمه، وانا شايف ان ده عبء كبير جدا على المدير الفني وعبء كبير جدا على التيم، انك انت عندك العناصر الاساسيه دي مش موجوده بتمثل لك توازن بشكل جيد. لكن طبعا يمكن عوده 22 لعيبه كابتن نفكر بيهم مشاهدينا: محمد شناوي في حراسه المرمى، احمد عادل، عبد المنعم، ورمضان مصطفى حارس الصاعد مع فريق النادي الاهلي، دول ثلاث حراس: محمد هاني، احمد فتحي، ايمن اشرف، علي معلول، حسام عاشور. علي معلول يعود مره ثانيه، حسام عاشور وعمرو السوليه وعبد الله السعيد، وليد ازارو ايضا يعود مره ثانيه هو وعمرو السوليه، احمد الشيخ، وليد سليمان، مؤمن زكريا، وحسين السيد، اسلام محارب، احمد ياسر ريان، باكا الجنوب افريقي، واحمد حمودي يعود مره ثانيه لقائمه النادي الاهلي، صالح جمعه، وكريم ندفيد، وباسم علي. خروج طبعا الثلاث لعيبه المساكين رامي ربيع وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وايضا جونيور اجايه بسبب الايقاف. كابتن عادل، النادي الاهلي يواجه هذا الموسم مشكله ضغط المباريات، النادي الاهلي يلعب ماتش كل اربع ايام حقيقة. والنادي الاهلي مجبر على سياسه التدوير حقيقة. النادي الاهلي البطوله العربيه عملت له خلل شويه في حته الاعداد بتاعه وعدم راحه الفرقه من موسم لموسم. نعم. يعني الفترة الانتقالية ما بين موسم وموسم كانت صعبة شوية. كابتن عادل، هل الراحة ما بين المواسم مهمة عشان بس الجمهور يعرف؟ طبعا مهمة جدا. يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي ممكن يكون ثلاث سنين ما ريحش عشان بطولة افريقيا. النادي الاهلي ما بياخدش راحته الكافية. المفترض من الفترة الانتقالية ما بين الموسم للموسم عشان تعمل موسم بعديه اقوى انك لازم تفضي اللاعبين قوي علشان تملى تاني، لكن هم مستمرين طول الوقت ففي اجهاد. الحاجه الثانيه المهمه، احنا بنتكلم في الوقت ده من اللي لينا واللي علينا. نعم. حاجه ثانيه مهمه، انك انت عشان تقابل الموضوع ده يجب ان يكون عندك قسره من اللاعبين. النادي الاهلي عنده قسره من عدد اللاعبين ولكن عنده كسور في الاماكن. نعم. لازم نعترف بكده. يعني حضرتك تقصد ان النادي الاهلي قائمته ممتلئه بالنجوم ولكن في بعض الاماكن فيها مشكله في من العدد الوفر. شوف يا محمد. نعم. اقول لك حاجه، دائما الانديه الكبيره النادي الاهلي لعب الكام مباراه يعني احنا لعبنا الاهلي لعب 12 مباراه في الدوري 12 مباراه في الدوري اشترك 31 لاعب. نعم. انت فاهمني؟ أو ده يمكن أكتر نادي لاعبين. آه. وده من الإجهاد وده من المباريات المضغوطة لأنك أنت والإصابات والحاجات دي. الإصابات لازم نراجع شوية في يعني في الشغل الأحمال، يعني لازم نشوف إيه الاستشفاء اللي ممكن يوصل الضغط بتاع النادي الأهلي للحاجة دي. الحاجة التانية، التدوير أحيانا بيعور لأن اللعيب بيبقى بعيد فترة طويلة وتبص تلاقيه ممكن يلعب مباراة مفاجأة، يعني مفيش تدرب. يعني حضرتك تقصد انه الى حد ما مريح وبعدين حمل عالي فممكن تحصل اصابه. هي دي المهمه. فانا عاوز اقول لك ايه المشكله كانت في ايه؟ المشكله انت عندك اكتر اطراف في الدوري الممتاز، انت عندك اكتر من 6 لعيبه بيلعبوا طرف. لو قلنا اسمائهم وليد سليمان، وليد سليمان، صالح جمعه ممكن يلعب، مؤمن بيلعب، حمودي بيبقى موجود، ازارو بيبقى موجود، باقه بيبقى موجود. يعني ازارو من اللعيبه اللي ممكن تقول عليهم طرف يعني أكتر لحد من ما بيلعب. لا هو طرف اكتر من مهاجم المفترض، يعني طريقه لعبه وحتى سرعاته وجريه. فانا عشان كده عايز اقول لك الاجهاد بتاع الضغط المباريات اللي على النادي الاهلي دي واحد، اثنين البطوله العربيه عملت اجهاد كبير، وبعدين دخلنا على 12 مباراه فالجدول الدوري لازم يضغط لك عكس الفرق الثانيه، فرق كتير قوي مرتاحه وبتيجي مريحه اكتر منك في عدد ايام. فانت بتيجي وبتقابل فبيبقى عندك ضغط قوي. المباراه بتاعت بكره يعني وادي دجله انت عارف انه كان داخل فيه بالظبط من بدايه الدوري كان داخل فيه، كان جاب 13 هدف وداخل فيه
24 هدف، نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة في كام مباراة. هو قبل آخر هو يعني تاني أضعف دفاع بعد مصر المقاصة. دلوقتي هو أحرز 17 هدف، لكن آخر مباراتين مع طارق العشر أحرز 4 أهداف. كان الأول 13 هدف وجايب 13 هدف ودخل فيه 24 هدف. فتقدر تقول إن وادي دجلة كان ماشي بصورة مش جيدة في حتة التهديف. المباراتين اللي مع طارق العشر اتغير الحال لحال، الحال سواء المقاولين او الاسيوطي اللي كسبوا فيهم، والحال الفني غير الحال الفني. ميدو بيحب الكره الشامله، ميدو بيحب اللعب على المواجب، ياخد ريسك شويه. طارق العشر من اللعيبه اللي دائما متمرس في الدوري المصري وشغال. حضرتك قلت كلمه حلوه، قلت على سيميوني وهو لاعب مطابع عليه وهو مدرب، هل طارق العشري فيه نفس الموضوع؟ بص، طارق العشري من اللي انا عايز اقول لك، يعني من متابعتي لطارق العشري طول الوقت، طارق العشري بيقفل كويس، حتى كان مع حرس الحدود كان عامل نتائج مبهرة، لان كان عنده مهاجمين سرع وعنده مدافعين كويسين، كان بيلعب في منتخب مصر. وكان بيلعب في المنتخب، واكتر من لعيب كان بيلعب في منتخب مصر وهو مدافع لنادي حرس الحدود. طارق العشري رجع حتى المباراتين اللي لعبهم مع وادي دجلة ما دخلش فيه جول، 2-0 و2-0. فالمباراة بكرة هيقابل تيم بيعرف يقفل كويس ويشتغل كويس. المشكلة عندك انت بقى في النادي الاهلي في كيفية تتقطع المباراة الصعبة دي. انا بعتبرها مباراة صعبة، ليه؟ مش علشان صعب على النادي الاهلي قد ما صعب على الظروف النادي الاهلي، توقيت المباراه مع ظروف النادي الاهلي. يعني انت عندك، لك انت تخيل عندك 3 من سرد باكاتك متعورين، ودول مهمين جدا، لازم تعوض واحد من جوه الملعب في حته. يعني انا من وجهه نظري ده مش واحد بس عادل. لا، اللي هي حته السرد باك يا كابتن، 3 يا عيني مش موجودين، هي دي 3 مش موجودين. يعني انا افتكر ان الكابتن حسام اكتر من مره لعب محمد هاني. بالظبط، ونجح فيها. هو شوف محمد فيها. هاني لعب بقى تليفونات بني سويف هو وايمن، هل تعود مره ثانيه؟ لا، انا شايف انه انا يعني الاثنين يعني ايمن اعلى خبره من محمد هاني، محمد هاني لسه صغير. انا اتمنى يعني، ودي وجهه نظري انا، ما اعرفش ايه الموضوع، بس وجهه نظري ان احمد فتحي اللي يلعبها. هنقول لاسر احمد فتحي خبره، خبره كمان، يقدر يحصل توازن، بيعرف يلعب بدماغه كويس. ما حطش اتنين خبراتهم يعني قليلة، لسه شباب في حته السرد باكات. وحاجه تاني مهمه، طب ممكن بس بعد اذنك كابتن، احمد فتحي يمكن لعبها قبل كده وحتى مع المنتخب، ولكن كابتن حسام البدري دائم الاعتماد على محمد هاني، يمكن بيدخل احمد فتحي اكثر في وسط الملعب، ولما بيتزنق او في الباك رايت. انا عايز اقول لحضرتك، هل في هذا التوقيت من الاصلح ان انا اخاطر والعب احمد فتحي، ولا ان انا كما انا يعني متعود من وجهه، لا سيبك من موضوع التعود، انت من وجهه نظري انا ان احمد فتحي يقدر يتحط في اي مكان. احمد فتحي في منتخب مصر بيلعب في اي مكان، هو جوكر في اي حته. واحمد فتحي من احسن اللعيبه في اخر 10 سنين في مصر، من افضل اللعيبه في مصر احمد فتحي، العربي والوطن العربي كله. ليه احمد فتحي؟ لانه احمد خامه عفوا تقدر تشكلها في اي مكان. عشان كده انا بقول لك ان دخول احمد فتحي، يعني انت في مباراه طنطا مثلا، انت عدم الخبرات بتاعت السرد باكات في الوقت ده في المباراه دي، الهدف اللي دخل من عندنا فينا في النادي الاهلي كان خبره واقفه شويه. انت محتاج واحد، لانك انت الثلاثه، محمد رؤوف من وادي احمد رؤوف فرود صندوق، ومحمد شريف كمان سريع، ومحمد شريف عنده سريع. سرعه رؤوف فرود صندوق، فعشان كده امام المقاولين وامام الاسيوطي الكره اللي بيجي له جول. علشان كده انا عايز اقول لك ايه، شويت. لا بص، عشان كده انا عايز اقول لك ايه، انك دائما لما تيجي في مكانين عندك في حته الدفاع بالذات فيهم مشكله، قللهم لمكان واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي لو هتدخل كمان في علي معلول او حسين السيد او في الحته الثانيه يعني واحد فيهم، فواحد هيبقى جديد على التشكيل والتاني هيبقى جديد على التشكيل ومغير مكانه. فانا بتكلم ان احمد فتحي حتى لو جديد على المكان، ولكن قديم بخبراته وقديم بقوته، وبعدين هيبقى عنده اتنين قدامه اللي هو حسام عاشور وعمرو السليه، الاتنين يقدروا يعملوا له حته الاطوال في الحته الثابته. وبعدين احمد فتحي ما لعب على قنيه،
هارونا كوني، هارونا كوني كان قد ايه يعني كان بيلعب لو فاكرين 2006 هارونا كوني يعني نجم ساحل العاج لا ساحل العاج نجم كان لا وبعدين ايه اطول من احمد فتحي مرتين. احمد فتحي طول عمره كان بيلعب على جيرمي بتاع جيرمي كاميرو كتير كان بيمسك اللعيبه المميزه في الـ في الـ في اللي بيلعبوا بالدماغ. احمد فتحي لعيب نموذج يعني تقدر انت تشتغل بيه تكتيكيا في اي مكان. فاللي انا بتكلم عليه انه هاني محمد هاني كمان في الوقت الحالي في الوقت الحالي في الحته الدفاعيه في ناحيه اليمين مش بيروح كتير. فانت عندك يعتبر انت عندك انا بعتبر ان هو في هيبقى في خلل في الحته الدفاعيه بالنسبه للاربعه في الوقت الحالي. طب ممكن اسال سؤال بالخبرات. هسال حضرتك سؤال برضو يا ريت كابتن ماهر. فريق وادي دجله بيعتمد على سرعات الاثنين اللي تحت رؤوف سواء حسام عرفات او محمد شريف او زياده محمد هلال. هل وجود ممكن كابتن حسام بدري يركز في وجود احمد فتحي لسد الجبهه وخاصه ان الجبهه اليسرى اللي بيلعب فيها حسام عرفات وحتى في ماتش الاسيوطي الهدفين جم من الناحيه اليسرى اللي فيها حسام عرفات. هل ممكن يفكر في الدفع باحمد فتحي لسد هذه الجبهه ويحط محمد هاني كمساك؟ انا مؤاخذه عادل عايز اقول لك يا محمد انك انت عشان تطمن من اداء فرقتك لازم امن الحته دي في بدايه المباراه اللي بيتكلم عليها عادل اللي هي التوازن. ما اقدرش احط اثنين اول مره يلعبوا مع بعض محمد هاني وايمن اشرف وهيبقى تاني وده الخلل اللي حصل في المباراه السابقه. يعني ده الخلل اللي حصل لنا ان ايمن اشرف ومحمد نجيب كان نجيب كان اول مره يلعبوا مع بعض في الحته دي حساسه جدا محتاجه اثنين عندهم استمراريه في اللعب اثنين عندهم توازن في الخبرات واخد بالك عندهم توازن في السرعات عندهم رقابة عندهم رؤية عندهم تغطية ميلان كل مبادئ الدفاع بتبقى مطلوبة في الجزئية دي. العمق بالنسبة لك يا محمد بيبقى أخطر من الأطراف. الأطراف تقدر أقدر أعمل كفرنج أقدر أعدل لو الطرف اتضرب نعم. أقدر أرحل ويحصل تحقيق لاعب مؤمن زكريا أو وليد سليماني بالظبط. فأنا عايز أقول لك إن أحمد فتحي بيعتبر جوكر من ضمن الجواكر اللي بيعتمد عليها حسام البدري. احنا شفنا انه بدا في المباراه اللي فاتت بداوا في نص الملعب لما حصل ان في خلل عند هاني في الحته بتاعه الباك رايت عمل شيفت ودي رؤيه كانت بتحسب لحسام فنيه نرجع احمد فتحي بسرعه ولعب هاني مكان احمد فتحي في نص الملعب وبعدين حصل التغيير بعد كده في الشوط الثاني. عايز اقول لك ان ده وارد من ضمن الحاجات اللي بيدور من خلالها المدرب الفني وهو عنده يقظه وعنده رؤيه بشكل كبير جدا في لعبته ان انا ممكن ادور يا اما من خارج الملعب يا اما من داخل الملعب في حته الثغرات اللي انا ممكن اقدر اكتشفها. فانا شايف ان احمد فتحي وجوده كقلب دفاع مع ايمن هيحصل نوع توازن جدا بشكل متزن خصوصا ان رؤوف عنده الخبرات وعنده الانطلاقات ومحطه من ضمن المحطات اللي بيعتمد عليها طارق العش بشكل جيد بيجيد العاب الهواء بيقدر يجيب جوال واخد بالك مؤثر. النقطه الثانيه ان هو عنده لعيبه عندها سرعات زي لما اتكلمنا حسام عرفات ومحمد شريف دول برضه محتاجين محتاجين رؤيه ومحتاجين رقابه بشكل جيد. زي ما قال عادل طول ما انا طارق العشري بيحافظ بشكل جيد جدا انا كمان كحسام البدري مهم جدا ان ابقى حافظ في بدايه المباراه واخد بالك يا محمد. المحافظه دي بتديني شيء من الثقه وبتدي شيء من الطمانينه وانا عندي الحمد لله كم من الاهداف وعندي من اللعيبه اللي تقدر ان شاء الله تقدر تحرز لي هدف في اي وقت. لكن الحته دي حصل نوع من الخلل النسبي فيها نتيجه قله الخبرات في اللعيبه اللي موجوده صراحة يعني هو الاصابات برضو كان النادي الاهلي حظه سيء فيها بالظبط. لكن انا شايف ان عوده حسام عاشور وعوده السوليه في نص الملعب كحائط صد ديفندرات في المكان ده هيشيلوا عبء كبير جدا على الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. في حته ثانيه يا كابتن ماهر مهمه جدا انت لما تيجي بتلعب مباريات متتاليه يعني الاهلي بيلعب مباراه ثلاث ايام مباراه ثلاث ايام مباراه ثلاث ايام مباراه الفتره دي اهم فتره يعني زي الدوري الانجليزي في الوقت الحالي بوكسينج داي. المشكله ما بيبقاش فيه تطوير بالذات في الانديه الكبيره يعني التدوير بيبقى في مكان ولا مكانين. انت في الوقت الحالي انت بتخلي اللعيب يدي اكتر حاجه ممكنه
بيدي عنده عشان يحافظ على مكانه. طب ما هو مجبر برضه يا كابتن عادل، الاصابات والوقت. لا مش هيقدر يلعب القوام الاساسي كل الوقت. لا انت انا عاوز اقول لك حاجه، في العالم كله التدوير بيبقى فين؟ بيبقى في المنطقه الاماميه فقط، الناحيه الدفاعيه ما فيهاش تطوير. لكن عنده اصابات انت تقدر تدخل الناس الاصابات غصب عنك، لكن لو اللعيبه المتواجده اللي هي بتلعب اساسيين في الحته الدفاعيه ما بتغيرهمش، بالذات في الحته الدفاعيه لانها معايشه، ولانها حتى مع حارس المرمى ما بتغيرش خالص. يمكن انت بتشوف في فرق كبيره، احنا النادي الاهلي اكبر فرقه في مصر، النادي الاهلي يقدر في اي وقت ان هو اللعيب اللي ينزل يبقى افضل من اي لاعب اخر. عشان كده انا عاوز اقول لك ايه، لما يحصل يبقى عندك 31 لاعب ممكن يشتركوا في 12 مباراة او لعبوا كتير 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 كتير، وبعدين انت في واحد بيبقى موجود وبعدين يبعد شوية وبعدين يدخل شوية، يعني هي دي المشكلة. ليه؟ لان كثرة اللعيبة في اماكن وقلة اللعيبة في اماكن اخرى. علشان كده اعادة صياغة اللي عاوز اقول لك احتياجات الفرقة واحتياجات الفرقة، اعادة الصياغة. مش المهم يبقى عندك خمس لعيبه هايلين في مكانين، المهم اللي يكون عندك اتنين لعيبه متوسطين في مكان واحد. طيب انا عايز اخد حضرتك برضو لشان اخر، وهو طبيعه لعب النادي الاهلي. النادي الاهلي هيكون امام وادي دجله مهاجم اكتر، ودجله هتيجي بالمرتدات. احنا تحدثنا كثيرا عن وادي دجله، ولكن النادي الاهلي هيكون هو له الشكل الهجومي. النادي الاهلي بيعتمد على تقدم الاطراف، وايضا اتنين يعني هاف ديفندر، حسام عاشور بينزل فيها وبيتقدم عمرو السوليه مع عبد الله السعيد. عايز اسال حضرتك عوده وليد ازارو، وهل هيكون جنبه وليد سليمان ومؤمن، ولا هيكون في لعيبه ثانيه ممكن يبدا بيهم كابتن حسام البدري، خاصه ان اسلام محارب كان متالق في اخر لقاء امام سموحه؟ شوف انا هكلمك الاول على وادي دجله ولعب وادي دجله وطريقه لعب وادي دجله. يمكن وادي دجله لما قابل الاسيوطي في اخر مباراه كان بيلعب 4-2-3-1 نعم. تمام، ولكن في الوقت الحالي اكيد هيلعب في النادي الاهلي اللي هو حسام عرفات ومحمد شريف، لازم هينزلوا تحت مع الاثنين في نص الملعب عشان يبقى واحد ضد واحد. النادي الاهلي علشان يلعب بيبدا النادي الاهلي طريقه لعبه بيبقى 4-2-3-1، احنا متفقين عليه، متفقين ان عبد الله هيبقى تحت المهاجم موجود. الحته بتاعت الطرف اليمين والطرف الشمال دي اللي مبهمه شويه انا من وجهه نظري، لاني بشوف فيها تغييرات كتير. يعني انا بشوف المباراه دي ممكن يلعب فيها لقاء دجله امام الاسيوطي اللي كسب بهدفين مقابل لا شيء، كان الهدف الاول احمد رؤوف، ومن ناحيه برده هجمه من ناحيه الشمال مرتده من ناحيه الشمال، هي مش هجمه هي مرتده واتعملت رؤوف حطها بخبره كبيره جدا، والهدف الثاني ايضا كان من نفس حسام عرفات من ناحيه الشمال، وبرده وحطها واحرز الهدف الثاني محمد شريف. محمد شريف. عايز اقول لك اللي انا كنت عايز اكمله في الاطار ده، انه الحته المهاجمه بتاعت النادي الاهلي دائما فيها تغير. بتشوف وليد، بعدين تشوف اجاي، بعدين ممكن تشوف مؤمن، وبعدين ممكن تشوف حمودي. فدي اللي احنا المبهمه، انا من وجهه نظري ان هي دي فيها مشكله شويه. يعني انا بحب دايما الثبات، يعني احب الثبات في حته اللعب، حتى لو في اجهاد عنده ممكن اللاعب الاخر ينزل ياخد فرصته. هو كابتن حسام كان مثبت عبد الله، مثبت ازارو، ثابت على طول، مثبت وليد وجاي. وليد يمكن الى حد ما كان برضو جات له اصابه فبعد شويه، لكن هم الثلاثه دول اللي في انا عارف ان عبد الله السعيد اساسي على طول، ازارو اساسي على طول، مؤمن اجاري لا مؤمن كان بينزل كان بيلف احيانا يبدا وبعدين ينزل. فانت دلوقتي عندك الثلاثه، هل اجاري مصاب؟ ما اجاري لا اجاري انذار ثالث، انذار ثالث مش هيبقى متواجد في المباراه، انذار ثالث. مين اللي اللي هيحل محل هل اسلام محارب نزل عمل اداء كويس صنع هنا بقى هنا الموضوع بس نزل في قلب الملعب يا لا يعني هنا الموضوع او احيانا كان بيلعب طرف شمال ده حقيقي مع سموحه كان بيلعب طرف شمال يعني عايز اقول لك ان هو علشان كده انا بقول لك كثره اللعيبه في الاماكن الواحده هي اللي عامله خلل شويه. فانا عاوز اقول لك دلوقتي مين اللي هيتحط دي، كابتن حسام اكيد هو شايف الاصلح وشايف اللي هو يقدر يأدي. لكن انا من وجهه نظري الاعتماد الفتره الجايه مؤمن زكريا واحمد حمودي هيعملوا طفره كويسه للنادي الاهلي في الوقت ده، لانهم كانوا بعاد شويه
مؤمن زكريا من اللعيبه اللي عنده التحمل هايل انا عارفه، وعنده فكر هايل. ممكن مؤمن زكريا في الوقت ده من الدوري في المباريات المضغطه، لانه بيعرف يعمل، مؤمن زكريا بيعرف يعني عارف يقتصر مجهوده وبيعرف يروح للجون ازاي. فانا بقول لك اللي ممكن يلعب ناحيه اليمين شمال حمودي انا عايز اضيف حته بس. طيب احنا ريت بس زمايلنا يجيبوا لنا اهداف الاهلي امام سموحه، وعشان احنا بنتكلم على الاهلي كابتن عادل بيتكلم على التدوير الجزئيه القدامانيه واخد بالك، واحنا بنطلب ان يبقى في ثبات في الجزء القدماني بالذات. لكن طبعا انت ظروف الاصابات عملت الشكل التدويري، برضك الناس بتسال ايه يعني معنى التدوير وليه المدرب بيدور، واخد بالك المدرب من الناحيه الفنيه بيدور اللعيبه اللي حاسس باجهاد، يعني مثلا عبد الله السعيد حاسس باجهاد واخد بالك مش قادر، اداؤه مش هو عبد الله السعيد، فبيضطر كابتن حسام يدي البديل اللي هو صالح جمعه اللي احنا كلنا شفناه في اخر مباريات الاداء بشكل صالح بيتطور بشكل جيد وصالح بياخد الفرصه. المشكله بس هنا ان انا لما اخد فرصه في موضوع التدوير ده مطالب ان انا اثبت وجودي، مطالب اقول للمدرب ان انا احق من عبد الله السعيد انا كصالح جمعه. يعني المشكله يتحدث عن اسمك طبعا طبعا دي المشكله اللي بيقابلها حسام البدري، ان التدوير يا عادل الناس اللي بتاخد الفرصه ما بتحاربش عشانها. احنا طول عمرنا طول عمرنا يبقى البديل او الراجل اللي بينافس الراجل ده في المكان زي عبد الله السعيد وصالح، يبقى صالح عايز ياخد الفرصه عشان يقول للناس انا اهو، ويقول للمدير الفني انا اهو انا افضل كمان من عبد الله السعيد. فكانت في لقطه في المباراه اللي فاتت لما احمد الشيخ خد فرصه، نعم، وجات له فرصه يقدر يجيب منها هدف، هي دي هي دي حتى في لقاء طنط بالظبط، هي دي اللي انا بقول عليها، ان انا لما باخد الفرصه احاول اثبت للمدير الفني واثبت للناس ان انا فعلا صفقه قويه، ان انا صفقه رابحه، ان انا مش لازم اقعد على الدكه. طب اسلام محارب خد هذه الفرصه واثبت نفسه، وحتى كان نزل ويس في قلب الملعب ونزل صنع فار، يعني يمكن اسلام حسسنا ان هو عايز في نحراره في حيويه في نشاط، عايز يقول لكابتن حسام فعلا انك انت غيرتني في الوقت المناسب، فعلا انا بجتهد في التدريب في الفتره اللي فاتت ديت، وبقول للمدير الفني انا اهو عايز فرصه. لما بتيجي الفرصه عادل بيبقى مطالب ان اللعيب هنا يثبت وجوده بس هو باداء بعد اذن حضرتك. في تدوير اجباري وتدوير غصب عنك بالظبط، يعني الاجباري اللي هو الاصابه، الاصابه اللي هو التدوير بتاع راحه اللاعبين هو التطوير ده، يعني انت ده هدف اسلام محارب اسلام نتكلم عليه نزل وعمل هدف. هنا بقى المشكله في ايه يا كابتن؟ المشكلة الكبيرة اللي في الوقت الحالي في النادي الاهلي ان اللعيبة كلها كويسة. بالظبط بالذات الحتة اللي قدام. كلهم لعيبة مفيدة كانوا في فرقهم، في فرقهم وكانوا عاملين فرق كبير عشان كانوا بيلعبوا باستمرار. عدم لعبهم باستمرار بيؤدي لعدم ثقة. يعني انت بتشوف، انا شفت صالح جمعة لما نزل المباراة اللي اتطرد فيها ده عدم ثقة. بالظبط عاوز يعمل كل حاجه في وقت قليل، فجاله انذار في انذار تاني. فاحنا قلنا ان صالح جمعه مش مركز، لا ممكن تكون ضغط عليه ان هو نزل عايز يثبت ذاته زي ما انا بقول لحضرتك. هي دي المشكله الكبيره في الوقت الحالي. يعني احمد الشيخ من اللعيبه اللي انا افتكر ان ممكن يشيل فرقه لوحده، يعني احمد الشيخ من اللعيبه الكبار، لكن عليه ضغوط شويه. هو احمد الشيخ ممكن يكون عاملها على نفسه، بس هو كمان عدم استمراريته في اللعب. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت جيت النادي الاهلي غير اخر ثلاث ماتشات، اخر ثلاث ماتشات هو بيبتدي. لا انا عايز اقول لك ايه، انت جيت النادي الاهلي غير المقص. النادي الاهلي لازم قوه، لازم دفاع كويس، لازم تجيب، وكان موجود يا عادل انت، ما هو كان موجود انا عارف، لكن انا بتكلم يعني الحاجات دي مش جديده عليه. لا بص يا كابتن، حاجه مهمه عايز اقول لك عليها، وراك لعيبه سوبر. لو ما كملتش واديت كويس اللعيب هيلعب عليك، فهو ده الضغط. في لعيبه عندها لما بيجي عليها الضغط ده ما بيقدروش شويه حتى ما يتاقلموا على الضغط الحقيقي، زي وليد سليمان. وليد سليمان من امهر اللاعبين في الحته الثبات الانفعالي بتاعه، من احسن اللاعبين، عنده خبرات كبيره، عنده خبرات ويقدر يبعد بعدين ويرجع، عنده وعي تكتيكي وفكر، بيدافع وبيهاجم بيأدي كل المهام اللي زيه حمودي، بيسجل اهداف اللي زيه حمودي. نعم حمودي عنده وعي تكتيكي، حمودي ممكن تكون الدنيا بس عنده، عنده وعي تكتيكي لكن عنده نواقص دفاعيه.
ممكن ما تخدمش المدير الفني في 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 بعض الواجبات اللي بتطلب منه. وحبالك حمودي لا حمودي ما بيأديهاش بشكل. انت عارف عادل ان احنا عندنا سيستم ونظام في النادي الاهلي. بس انا حمودي يا كابتن، انا حته الدفاع زي الهجوم يعني. لا انا دربت حمودي، انا دربت اخر وايضا تجربه بازل استفاد منها. لا لما كان معايا في الباطل واحنا بنلعب في الدوري السعودي ودوري قوي، احمد حمودي من اكتر لعيب كانوا بيدافعوا لي، كانوا بيدافعوا. وبعدين انا كنت بحاول احمد حمودي ان هم اللي يدافع عليه. ما هو بص يا كابتن مايل، عايز اقول لك حاجه، هو احنا النادي الاهلي اللي المفروض يدافع علينا اكتر من احنا ندافع. انا معاك يعني، أنا معاك. هي دي مهمة. انا معاك، بس انا بضطر الفرق التانية ان انا اخنقها من قدام. الاهداف اللي بتيجي عليك في الوقت الحالي اللي انا شايفها من كور ثابته احيانا، والحاجه التانية من هجمه مرتده، وده الطبيعي. انت عندك واحد اسمه حسام عاشور يقدر يخلي اي لعيبه فراوده ونص ملعب مرتاحين جدا. والسوليه كمان، وهل زياده برضه يعني هدف النادي الاهلي الثاني في نموذج لطريقه فكر الكابتن حسام البدري، تقدم الاجناب ومنهم احمد فتحي اللي اتعمل له الباس من 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 عرض الملعب 40 متر باس، ثم استلم وعملها بالعرض. وحمودي اللي كان نازل بيلعب ارتكاز جنب ولكن بيتقدم، وهو اللي حط نفسه في مكان كويس يجيب هدف. هل طريقة وادي دجلة يعني ما يجي الهدف الثاني للنادي الأهلي هو ده الهدف الثاني؟ ادي عبد الله السعيد ونقل، ادي اللي طالع من الخلف الامام احمد فتحي، والكرة العرضية صراحة اجاي واخد حتة. شوف احمد فتحي لعيب سوبر، لعيب التحرك بتاع احمد فتحي والباص ايضا بتاع عبد الله. لا يعني انا بكلمك، ما هو الباص كويس، عبد الله السعيد امكانياته اعلى حاجة فيه ان هو راسه مرفوعة دايما، لكن انا بتكلم على التايمنج بتاع احمد فتحي. تايمنج خبرات وقت كتير قوي يا كابتن للامام، طبعا لعب خبره. عشان كده انا لما قلت ان احمد فتحي حطه في السرد باك، انا من وجهه نظري لان عندي المشكله في دي. هو اللي هل انا هقابل تكتل دفاع بنفس الشكل؟ ممكن اضربه بهذا الشكل بنفس الشكل طبعا. وانت خد بالك من ضمن الواجبات يا محمد اللي مطلوبه، ويمكن حسام البدري بينقلها لفرقته، الاختراقات من الاطراف. فانت النهارده عندك جبهه زي احمد فتحي وممكن مؤمن، عندك جبهه زي حسين السيد، وعندك وليد. واخد بالك مؤمن اشتغل في الكوره دي ان هو ريحها لعبد الله، وعبد الله الناحيه الثانيه ضربت الناحيه الثانيه حتى الفاضيه. وبعدين احمد فتحي عملها بالعرض. اسلام محارب جاي. بص اسلام محارب، بص الانتشار بقى يا محمد. بص يا عادل، ثلاث فراوده موجودين قدام ثلاثه دفاع، قدام ثلاثه دفاع، زياده هجوميه عاليه. ده بيأكد وبيدل نموذج نموذج النادي الاهلي يضرب بكره دفاعه بالظبط. دي الجمل التكتيكيه اللي بيعتمد عليها كابتن حسام ولعيبه النادي الاهلي. بص يا محمد، احنا متوارثين تكتيكيا. كل الاجيال اللي مرت من خلال عادل ومن خلالي وقبل كده، تلاقي ان احنا عندنا واجبات تكتيكيه ثوابت في الشغل من الاطراف. يعني انت كل ما تستغل مساحه الملعب بالجبهه اليمين المكونه مثلا فيها هاني ومؤمن بكره زي ما احنا بنفكر كده، او حسين السيد ووليد سليمان من الجبهه الثانيه، تاكد انك انت بتعمل انطلاقات وبتعمل خلق مساحه لعرض الملعب في الانتشار. بتقدر تضرب بالجمل ديت التكتلات الدفاعيه بشكلتها. فانت خد بالك، دي واجبات هجوميه مطالبه من اللعيبه ديت. يعني دي جمله من ضمن الجمل اللي هم مدربين عليها. خلق مساحه، وبعدين تحصل كروس عرضي، وبعدين انطلاقه بشكل جيد، ثلاث فراوده. يعني ده كمان حتى النازع الهجومي بالنسبه للثلاث لعيبه بهذا الشكل مرت من اجاييه، لقيت يعني اسلام محارب واقفين صح، واقفين صح اجاييه بشكل جيد. لا يعني انا لو الكره الثاني لما تتعاد ثاني تلاقي اجاييه عمل حاجه مهمه جدا. بص اجاييه خد مين؟ خد اللعيبه وراح بيهم على العرض القريبه، خرج لعيبه من ورا من المدافعين. من بالزبط. المدافعين يعني بالزبط. بص الرجوع، بس هنا نقف هنا بص يا كابتن، ادي حسين حسين يضرب من هنا. واحمد فتحي يضرب من الناحيه الثانيه. اقول لك حاجه كويسه قوي، دي اللي هو التدوير اللي انت بتتكلم عن تدوير اللعبه. انت جاي بتهاجم من ناحيه الشمال وماشي كويس، مين اللي جاي من ورا؟ هتلاقي حسين السيد وقف، هيرجع تاني حسين السيد عشان احمد فتحي لا الرجوع علشان الرجوع من الناحيه دي. لكن بص اجاييه واخد المدافع ازاي، وجاي مؤمن زكريا واخد الهجمه، واخد العارضه البعيده. اسلام محارب اللي اجاد فيها جدا ان هو راح في الحته دي واستغل اللعيبه بتاعه السموحه في عدم رجوعهم الصحه على المال. لعيبه السموحه فاضيه.
هتشوف دلوقتي التغير. احمد فتحي التايمنج عالي جدا وجاي وده خبرات عاليه. حتى الكنترول اللي عمله احمد فتحي عمله بصوره جيده. لو ما طلعش عادل الهجمه مش هتنتهي بالشكل طبعا. الكروس اتعمل كويس. بص بقى جايه واخد ده صعب جدا قريبه اجايه واخد خد بص يا كابتن مردن خد الراجل وراح على قريب العرض القريب بعد اسلام جاي اسلام محارب هو دايما يا كابتن خد بالك الفرد واحد بياخد القريب خد بالك يا محمد يعني لما تلعب بواحد وتحتيه اثنين الفرد الواحد ده بياخد التسعه بياخد القريب المفترض لو انت بتلعب بواحد يا محمد المفترض الاهم انه ما ياخدش القريب تخيل عارف ياخد ايه الفرد ياخد اللي في الوسط علشان اللي جاي من تحت اللي جاي من تحت بيروح هو على القريبه اللي جاي من الثلاثه اللي جايين من تحت واللي جاي وفي واحد كمان من نص الملعب زي السولية علشان كده انا عايز اقول لك ايه هنا النادي الاهلي ممكن يستحمل حسام عاشور وبلاي ميكر عبد الله وممكن صالح قدامه يعني احيانا عشان تخنق الفرق اللي قدامك حته هجوميه هتقول بتخلي نفسك في الحته الدفاعيه اقل لا لانك انت عندك سرد باكين وعندك طرفين باكين اللي بيهاجم وعندك التاني داخل لجوه بيبقى عندك اربعه دفاع فانت لما بتشغل نفسك بتلعب باتنين ديفندر احيانا قدام فرق متوسطه الحال اقدر اقول لك ان سموحه من الفرق الكبيره ولكن طريقه النادي الاهلي هي اللي اجبرته اعتقد بالزبط. ان ده برده قدام وادي دجله هيكرر كابتن ماهر انا عايز بس ارجع تاني للهدف ده محمد في منتهى الصعوبه خد بالك لان انت فاتح عاملها بقوه واخد بالك اتقان التوقيت بتاع اسلام محارب انه يعمل تاكلين بهذا الشكل ويركب الكوره ويحطها بهذه الصوره في منتهى الصعوبه يعني هدف صعب جدا لكن طبعا مش صعب على زي ما قلنا على مهاره لاعبتنا اللي موجوده في الحته الاماميه معظمهم كلهم كابتن ماهر عوده ازارو يعني في سرعات ازارو من اللعيبه اللي بتجري كتير جدا بتجهد اي دفاع وجود الزيادات عبد الله السعيد والسوليه من الناس اللي بتيجي من الخلف للامام وايضا الاطراف هل يستفادوا من تحركات وسرعات ازارو؟ اكيد اكيد يعني احنا لو رجعنا كده كل الاهداف اللي سجلها ازارو اولا بيعمل حاجه كويسه قوي محمد بيعمل متابعه بشكل جيد يعني هو عنده الحته دي نابعه جواه بيتابع كل هجمه بشكل جيد جدا والمتابعه ديت من ضمن الصفات الفرويد اللي هو بيبقى عنده ثقه في الله وثقه في نفسه ان كل متابعه بيروح لها ربنا وهو بتخبط في العرض بترجع يحطها بتخبط في واحد ماتش طنطا ودي صعبه جدا كانت كره يعني مش بتاعته بالظبط بالظبط واجبرت مدافع طنطا ان هو دي ميزه من ضمن المميزات اللي موجوده في ازارو الميزه الثانيه ان هو عنده سرعات يعني لعيب بيقدر يخلق لنفسه مساحات لعيب بيقدر في حته السرعات يقدر يخترق بشكل جيد انا شايف ازارو من خلال فوقان اللعيبه اللي حواليه مع عبد الله لما بفايق يقدر يوصلك للجول بشكل جيد جدا وده اللي بنتمناه كل ما اللعيبه اللي حواليه ازارو تبقى فايقه عادل وانت بلغه الكوره وانت راجل كنت مهاجم ولعيب نص ملعب وعارف هيساعدوا ازارو بشكل جيد جدا كل الماتشات اللي فيها عبد الله السعيد كان فايق ازارو كان بيقدر يجيب فيها اجوال كل المباريات اللي اخترق فيها مؤمن بشكل جيد وطلع كروس على راس ازارو جاب منها اجوال كل الاوقات اللي لعب فيها اجاي من العمق معاه في الدبل باص ازارو جاب اجوال فانا عايز اقول لك ان ازارو بيتفوق ويتميز من خلال زمايله الموهوبين اللي حواليه وليد عبد الله السعيد مؤمن ومع هذا ازارو في ثلاث اربع هجمات عادل بيجيب لك جول يعني في فراوده تروح للجول وما تجيبش لكن ازارو بيروح بيضيع لكن في الاخر بيقدر يجيب لنا هدف او هدفين فاتمنى ان شاء الله يبقى اللعيبه القدامانيين اللي موجودين في مباراه وادي دجله موفقين عشان ازارو كمان يقدر يوفقه ربنا ويسجل لنا. كابتن عادل النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت كابتن حسام البدري التبديلات تصنع الفارق. اكيد. هل في حاله استمرار النتيجه بالتعادل او سلبيه بالنسبه للنادي الاهلي، هل كابتن حسام البدري دائم الريسك يعني بيخاطر هجوميا لان النادي الاهلي بيلعب على ثلاث نقاط، هل ده هيحدث امام وادي دجله؟ ان شاء الله اتمنى ان هو ما يحدثش ان هو يخلص من البدايه المباراه، لكن انا عايز بس ارجع سنه للكابتن ماهر في حته وليد ازارو، اتمنى ان وليد ازارو هو نفسه كمان يا كابتن ماهر يثبت شويه حته لانه هو بيمزج حته المهاجم بحته الطرف انه بيتحرك كتير وبيبعد عن الكره كتير بيبعد عن ال 18 بيبعد عن ال 18 واحد مؤثره بيجد نفسه في جري بعيد وليد ازارو من اكتر اللاعبين بيضيعوا اهداف نعم
تضييع اهداف وليد ازارو ناتج عن انه بيتحرك كتير قوي، فلما الكره بتجيله بيبقى الباور بتاعه خلص 80% منه، فبيلعب بال 20%، فبيخطأ حتى في الانفرادات، ممكن تلاقيه حاططها في الفينش. يعني حضرتك بتقول ان هو من كتر جري وممكن من كتر الجري بتاعه. علشان كده انا بقول ان وليد ازارو من اللاعبين اللي ممكن ينفع على الاطراف كمان اكتر من انه يبقى راس حربه، بس هو هداف الفريق حتى الان، يعني بيحرز 7 اهداف، والكابتن حسام البدري مقتنع انه بيهد دفاعات الفريق. اكيد هو لازم يبقى هداف، انت بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبقى عنده 25 30 هجمه في المباراه، يعني النادي الاهلي بيبقى دائما بيبقى قدام. يعني وليد ازارو جايب 7 اهداف صح؟ طب ما عندك جون انطوي في المقصه جايب 10، عندك حسين الشحات في النادي اقل جايب 10، مع احترامي لمصر المقصه، يعني انا عاوز اقول لك احنا اكتر، ان المفترض ان وليد ازارو يجيب اكتر، لانك بتصنع له 30 هجمه 40 هجمه 50 هجمه. انت في بطوله افريقيا في الفاينل الكره الجون الثاني اللي هنا، الكره اللي هنا اللي هنا لما جبنا الكره الثانيه اللي حطها فوق العارضه، لو كانت جت كنا ممكن نعمل نتيجه اعلى. عشان كده بقول لك انا دايما وليد ازارو بيجري كتير في حتت كتيره ما بيتمركز. يعني اقول لك حاجه، عماد متعب مثلا، عماد متعب ممكن يلعب 10 دقايق ربع ساعه، لكن تلاقيه لعب على الجون 3 4 كور، انت فاهمني؟ تلاقيه في التمركز بتاع عماد متعب ممكن يجيب لك جون واثنين وثلاثه. يعني لو عماد جاله 30 فرصه يجيب لك منهم 10 15. ده اللي انا عايز اقوله. انا بقول ان وليد ازارو كابتن طبعا لعيب كويس، عنده قصور ولاعيب هايل، لكن عنده قصور في حته التحرك جوه ال 18. لو اتمركز وتحرك، هذا هدف التحرك، بلاش يجري كتير ويهدى جوه التحرك بتاعه. بعد تيجي بالمباريات، ايه رايك تيجي استمراريته في الملعب، وهو كمان يكتسب، وهو كمان لازم يا كابتن ماري يحط في دماغه ان فرود النادي الاهلي اكثر فرصا من اي فرقه اخرى، فيقدر يجيب اهداف اكتر. طيب يعني كنا نتمنى ان وقتنا يتسع على اكتر من هذا، لان معايا 2 من النجوم الكبار في التحليل، ولكن للاسف الوقت داهمنا تماما في نهايه هذا الوصف التحليلي لكل مجريات ما حدث وما يحدث في الدوري الممتاز. بشكر ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر همام، يعني نورتينا يا كابتن، ودايما ان شاء الله ربنا يخليك يا محمد، انا سعيد ان اكون موجود معاك. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل، كنت وحشني ودايما اشوفك ان شاء الله. حبيبي يا كابتن محمد، ولازم اشوفك كتير ان شاء الله. حبيبي ده كان كلامنا مشاهدينا، ان شاء الله غدا نستمتعوا مع استاد الاهلي وتغطيه خاصه للقاء النادي الاهلي ووادي دجله في تمام الخامسه ان شاء الله مع زميلي الكابتن محمد فاروق. دمتم في امان الله، ودائما وابدا اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي.